هذاك أول ما شاف أبوي خاف، وكان يا جماعة الخير المنظر هذاك مهيب. قال له ثاري ما يروح وأنا أبو سالم. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. يا أخي الله يسعدكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا، والله يسخر لكم ملائكة في السماء وجنودا في الأرض، ويا الله يا رب القلوب القاسية والعباد العاصية والجبال الراسية إنه يسخر لكم من حيث لا تعلمون. أسامة اللي قاعد تدعي لنا من بداية المقطع، يا جماعة الخير الكلام الإيجابي اللي قاعد أقراه في الكومنتات والناس اللي قاعدة تدعم وتشترك في القناة بشكل كبير، كل هذا وما تبغاني أدعي لك؟ كل هذا وما تبغاني أشكرك؟ يا أخي الله يسعدكم وين ما رحت وين ما جيت. المهم يا جماعة الخير، اليوم يا جماعة الخير عندنا قصة، ولكن ما هي نفس أي قصة، لا قصة، وقلتها برضو في السناب إن هذه القصة من العيار الثقيل، قصة ممكن تشوفها في يوم من الأيام في أحد الأفلام. ولكن قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، ويلا خلنا نبدأ. مثل ما انتم عارفين يا جماعة الخير ان القصص دائما تحكينا اشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل. القصص عالم جميل في هذا الكون. قصة اليوم ترجع لشخص اسمه سالم. خلني ابدأ لكم اول شيء يا جماعة الخير في عائلة سالم. عائلة سالم مكونة من ولدين وبنتين. سالم هو الولد الكبير، وبعده يجي اخوه في ثنتين بنات صغار مرة. سالم يا جماعة الخير ابوه في احد الدوائر الامنية التابعة للحكومة، وام سالم يا جماعة الخير محاضرة في احد الجامعات اللي موجودة عندهم. سالم ذيك الايام يا جماعة الخير كان في عمر 12 او 13 سنه. يقول سالم احنا ساكنين في حي ما هو من الحي الغني ولا هو من الحي الفقير، حي متوسط جميل، والمنطقه السكنيه اللي فيه منطقه مريحه. يقول في ذيك الايام توني متخرج من سادس ابتدائي رايح المتوسطه. طبعا مثل ما انتم عارفين يا جماعه الخير نظام الدراسه في كل الاماكن نظام واحد ومتفق عليه، انه دائما الطالب يدرس عند المدرسه القريبه عنده. يعني انت مثلا اذا درست في الابتدائيه مثلا الموجوده عند بيتكم، راح يودونك نفس الابتدائيه المتوسطه راح تكمل فيها دايركت بدون ما تاخذ اوراقك بدون ما تشيلها. هذا نظام متفق عليه عند كل الناس. يقول سالم في ذاك اليوم كنت توني طالع من سادس ابتدائي رايح الاولى متوسط. طبعا مدرستي الابتدائيه كانت تبعد عني ما يقارب 8 دقائق. يقول درجه اني اذا ضرب الجرس حق المدرسه اني انا اسمع وانا داخل البيت، واذا كنت غايب في بعض الاحيان كنت اسمع يا جماعه الخير اللي هو الطابور الصباحي اللي يسوونه كل يوم. المهم خلصت مرحله سادس ابتدائي ورحت مرحله اولى متوسط، واخوي لحد الان اصغر مني موجود داخل الابتدائيه هذه وبرضه في مرحله المتوسط. المهم جت الإجازة الطويلة بعد ما تخرجنا من سادس ابتدائي. طبعا نجتمع احنا وعيال حارة ودائما نتفق اتفاق لم مدرستنا الابتدائية هذه اللي منطقة سكنة من الشارع الثاني توديه المدرسة ثانية، واللي منطقة سكنة قريبة للشارع اللي فيه المدرسة دائما تخليه في نفس مدرسته. يقول سالم احنا كنا متخوفين وقاعدين نتساءل احنا وعيال حارة. يقول كانوا من الحارة هذول في اثنين كانوا يدرسون معي في سادس ابتدائي، اللي هم يا جماعة الخير واحد اسمه نواف والثاني اسمه سعد. المهم قاعدين نتشاور، اقول نواف انتوا سعد تتوقعون راح يودونا اي مدرسة؟ الا نواف يقول يا سالم واضح احنا قريبين للمدرسة، مستحيل انهم يودونا للمدرسة الثانية هذيك. الا سعد يقول والله يا سالم انتو نواف اني اتمنى انهم ينقلوني للمدرسة البعيدة، ودنا كلنا نروح لها. قلت له ليه؟ قال لي رجال اخوي يدرس في ذا المدرسة. قلت له طيب واذا كان اخوك يدرس في هذه المدرسة؟ قال اسمع يا سالم انا عندي اثنين من اخواني، واحد يدرس في المتوسطة هذه اللي احنا راح ندرس فيها، واخوي الكبير يدرس في المرحلة الثانوية اللي راح ندرس فيها بعد المتوسطة. فكان يقول لي اخوي ان المتوسطة هذه مشاكلها واجد وفيها ناس برضو شوي مجرمين. يقول سالم الا انا اناظر في سعد ونواف، قلت يا اخي تكفون لا تبالغون في الموضوع، وش ناس مجرمين موجودين في مرحله متوسط يا اخي؟ مستحيل، كيف مجرمين يعني؟ ايش بيسوون؟ يطقون واحد؟ قلت يعني هذه اشياء جايز انها تصير. قال لا المشكله مو هنا يا سالم، السالفه مو انهم يطقون واحد او يجلدون واحد، ولكن يقولون اللي موجودين داخل المدرسه ساقطين لهم اكثر من سنه. قلت يعني ساقطين في ناس فوله متوسط مفروض انهم في الثانوي؟ الا شوي يقول لي ايه المدرسه صعب التعلم فيها، والشيء الثاني الناس اللي فيها كبار ما هم طلاب متوسطه. يقول سالم انا لا اخفيكم يا جماعه الخير الموضوع هذا خوفني، قلت ناس كبار يدرسون معاي شيء هذا مخيف ومربك بعض الاحيان، ولكن قلت في نفسي مستحيل ان كلهم راح يكونون كبار. قلت يعني ممكن راح يكون في كل فصل اثنين ثلاثة راح يكونون كبار في العمر ومطوفين، اما ان كل المدرسة اللي موجودين فيها كبار فهذا شيء مستحيل. قلت يا عيال خلوها على الله وان شاء الله فالنا التوفيق، ولا تخافون ولا تتوترون وان شاء الله الامور زينة. المهم انتهى هذاك اللقاء وانتهت معاها يا جماعة الخير الاجازة، وجت مرحلة يا جماعة الخير اولى متوسط. طبعا يا جماعة الخير الطالب اذا انتقل من مدرسة لمدرسة يكون فيه خوف لانك ما تدري وش راح تواجه. جت المرحلة وجت طابور وصاروا يعدون الاسماء عشان يقسمون كل طالب يروح الفصلة. يقول سالم كانت الفصول
مقسمة على 4 خانات، أولى أول، أولى ثاني، أولى ثالث، أولى رابع. كنت دائما أدعي إن أخوياي يجون معاي اللي هم نواف وسعد، أبيهم الاثنين ذولي والله العظيم إني أحبهم بشكل كبير، وصدق لو ما درسوا معي بحاول أنقل أحد فصولهم عشان أدرس معهم، لأني والله ما أبغى أتعرف على ناس جديدة داخل المدرسة إلا والله يجي الوكيل يا جماعة الخير يوقف على المسرح. سلام عليكم يا طلاب، الآن صرت في مرحلة المتوسطة، ومرحلة المتوسطة هذه مرحلة مختلفة عن مرحلة الابتدائي، وأتمنى منكم أنكم أنتوا تركزون وتشدون حيلكم. المرحلة هذه مو مثل أي مرحلة، المرحلة هذه ممكن تخليك تختار يا التخصص العلمي أو التخصص الأدبي، فأتمنى من جميع الطلاب أنهم يشدون حيلهم ويعرفون وين يكونون علاقاتهم فيه. يقول سالم أنا يوم سمعت الوكيل يقول كذا ويقول فيه علاقات وصداقات تذكرت الموضوع اللي صار أول إجازة في ناس كبيرين في المدرسة، وإن المدرسة هذه مدرسة مشاكل ومعروف عنها المشاكل بشكل كبير. ومن هنا يا جماعة الخير زاد الرعب عندي شوي، قلت من بداية اللقاء الوكيل قال شيء والشيء هذا ثمين، ودام قال هذا الشيء شيء هذا فيه تحذير. المهم مرت اللحظة هذه وبدأ تقسيم الطلاب، أول اللي هو أول متوسط الفصل رقم 1، وصار يعد أسماء الطلاب، والحمد لله ما قال اسمي ولا اسم أخوياي. المهم أول ثاني، وبعده صار يعد أسماء الطلاب يا جماعة الخير وقال اسم سعد خويي، بعدين راح وقال أول ثالث، وصار يا جماعة الخير نواف خويي في أول ثالث. فعرفت يا جماعة الخير أني أنا راح أكون في أول رابع وأخوياي كلهم متفرقين عني. المهم صفينا الطابور ودخل كل واحد فصله، إذ كان يحركنا الوكيل بأسلوب نظامي وقريب للأسلوب العسكري، يعني يا جماعة الخير كان الوكيل يقول لنا في خط أحمر أمشوا عليه راح يوديكم لين فصلكم. والصدق يوم كنت في الابتدائي كانت الأشياء هذه مو موجودة، وكان الموضوع شوي عشوائي، يلا يا طلاب كل واحد فصله ونروح، وكان الوضع وناسة يعني. ولكن يوم جيت في مرحلة المتوسط حسيت الموضوع مخيف شوي، ما أدري هو مخيف بالنسبة لي ولا عشاني داخل هذه المدرسة. المهم راحوا أخوياي وسلم على أخوياي سعد ونواف من بعيد وأقول لهم إن شاء الله أني بنقل عندكم يا عيال، لا تشيلون هم، بحاول أكلم الوكيل أو المدير. ونواف يقول خل نروح الفصل حق سعد، كلنا نتجمع ونروح أول ثاني. المهم يا جماعة الخير دخل كل واحد فصله، وأنا يا جماعة الخير دخلت فصلي وكنت قاعد أمشي في هذا الطابور وأنا في الأخير لاني كنت اكلم خويي نواف وسعد. دخلت يوم دخلت الفصل، طبعا انا الان في اول مرحله في اولى متوسط، خلوني اعلمكم شخصيه سالم داخل الفصل يا جماعه الخير. المهم يقول سالم يوم دخلنا الفصل وكل واحد قاعد على الكرسي حقه، يقول انا قعدت في الصف مو اللي قبل الاخير اللي قبله، يعني الثالث من ورا، يقول وكنت موجود في النص ماني على الجدار الايمن ولا على الجدار الايسر، يقول الا في اثنين كبار قاعدين ورا على اليمين، يقول اثنين واضح انهم كبار شنب دقن كذا اشكالهم غريبه واضح انهم كبار. يقول سالم لدرجه ان في واحد منهم لو قالوا لأن هذا المدرس والله لا صدق، أشكالهم كبار ما هي نفس أشكالنا الطفولية. يقول وأنا قاعد مرت الحصة الأولى الحصة الثانية وجت مرحلة الفسحة، يقول الشخص اللي ورا اللي على اليمين يقول عرفت إن اسمه عساف بسبب تحضير المعلم للطلاب التقليدي اللي هو ينادي بالأسماء عشان يعرف كل طالب بخوية، وعرفت إن اللي ورا الكبير هذا اللي أقولكم كأنه مدرس اسمه عساف. المهم في الفسحة يا جماعة الخير الأولى اللي هي بعد الحصة الثانية، يقول سالم أنا لا أخفيكم شكلي كأني شخص طالب صغير، كأني في رابع خامس ابتدائي وما بان علي اني شخص كبير، طبعا ما اعاني من اي مشكله صحيه وطولي يعني قاعد اطول، ولكن عندي يا جماعه الخير ملامح وجهي لحد الان ملامح طفل. يقول شوي اللي عساف هذا اللي ورا يجي جنبي كذا وينغص كتفي، قال لي كيف حالك طيب؟ قلت له بخير. قال لي حفايظك معك ولا لا؟ يقول يوم قال الكلمه هذه الكل ضحك، الكل اللي في الصف ضحك علي. نظرت فيه كذا قلت له معليش احترم نفسك لا اروح المدير الان. اللي هو يقول لي عساف يما خوفتني ما ادري ايش، انقلع انقلع راح المدير. يقول يسحب الكرسي كذا على جنب ويدفه، قال يلا قم قم ما بقى الا ذا البزر، يلا رح رح وانت راجع غير حفاظك قبل ما تدخل الفصل. يقول سالم لا اخفيكم الموقف زعلني، وقلت يا اخي ليه عساف بس ناظرني انا وصار يتهز فيني انا، وهذا اول يوم دراسي لي في المرحله المتوسطه، واطلع يا جماعه الخير واطلع مع الباب انا ما ابغى اروح المدير. ولكن رحت خدت فره على المدرسه وقعدت افكر، وتذكرت كلام خويي يوم كان يقول لي المدرسه هذه مشاكلها واجد، كنت اقول في عقلي هذا اول متوسط وقاعد يصير كذا الله يعين. وانا قاعد امشي واخذ لفه كذا على المربع حق المدرسه الا اشوف في مدرس جاء عند باب فصلنا، طق الباب ودخل، وجيت بسرعه ركضت ودفيت الباب ودخلت وراه. شوي ناظرني قال لي من وين جاي يا طالب؟ قلت استاذ كنت جاي من دوره المياه. يقول الا الطالب اللي ورا اللي يسمع الساف يناظر فيني ويضحك، يعرف اني خفت وترددت ولا رحت للمدير. قلت الاستاذ عايد اجلس؟ قال اجلس وعود ارجع مكاني. المهم المدرس هذا كان يدرسنا ماده الرياضيات، فكان يسال اسئله، ومن احد الاسئله هذه سال سؤال كان الاستاذ يساله فيه كل سنه. شوي العساف رفع يده يبغى يجاوب، قال المدرس نزل يدك.
انت اعرفك من زمان، انت مفروض الان تدرس بدالي. يقول يوم قال المدرس كذا حسيت المدرس انتقم منه، وصرت اضحك انا وناظر فيه كذا واضحك شوي. اللي يقول لي عساف والله لو اوريك وعلمك كيف تضحك علي. وفي طالب جنبي على اليسار يقول ايه 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 يا ابوي ايش فيك تضحك انت. سكت كذا وحسيت انهم كلهم يخافون من عساف. عرفت ان عساف ممشي الفصل على الصراط المستقيم، ولكن قاعد يدور في راسي قلت هذول وش دراهم بعساف وتوهم جديدين معي وهذا اول يوم. المهم كمل المدرس شرح لي ماده الرياضيات وشرح لنا وخلص يا جماعه الخير. جت الان مرحله الفسحه الثانيه. طبعا عساف يا جماعه الخير ما يستقوي الا اذا جت مرحله الفسحه، يطلع شخص مختلف تماما. ما ادري هل الشيطان عنده يشتغل بس وقت الفسحه او لا. يقول سالم واطلع واقابل نواف وسعد. هلا والله، ها كيف فصلكم؟ شوي اللي يمر عساف جنبي، مر جنبي واخوياي عندي برضو يا جماعه الخير. دكت فيه وقال لي، قال لي سالم ترى الحين الفسحه الثانيه، الحق ادخل دوره المياه غير حفايضك وتعال. شوي اللي سعد ونواف يناظرون فيه يقولون لا وش وضعه وليه قاعد يتكلم عليك كذا وليه قاعد يتنمر عليك، هذا مين؟ قلت لهم السالفه اللي صارت. قلت هذا شخص اسمه عساف، شخص اتوقع راسه يمكن حوالي 3 مرات أو 4 مرات، لدرجه المدرس يوم ساله قال له لا تجاوب انت، انت مفروض تصير مدرس الان. يقول لهم طلعنا وطلعنا لمنطقه الساحه، شرينا من المقصف وجلسنا وقعدنا ناكل. شوي يجي عساف ومعاه حوالي 4 كبار. يقول سالم اشوفهم من بعيد قاعدين يضحكون، وواضح انهم قاعدين يضحكون على شكلي لاني شخص شكلي قاعد يوحي ان عمري اصغر من المعتاد. يقول سالم مرت الايام وانا قاعد اتجنب هذا الشخص اللي اسمه عساف، ما ابغى احتك معه، ما ابغى ادخل معاه في مشكله، ما ابغى اطيح معاه في اي مشكله. الا في يوم من الايام يا جماعه الخير بعد ما مر ممكن ما يقارب 2 أو 3 شهور وانا داخل المدرسه، وانا طالع يا جماعه الخير في الطلعه خلاص بمشي، الا عساف يضربني بكتفه ويصقع وجهي في الباب حق الفصل. مع صقعه الباب يا جماعه الخير كان عندي هنا سن وطاح، وقعدت اصيح حرفيا في ذاك الوقت. شوي العساف خذ اغراضه كذا وانحاش وخاف، فقعدت اصيح ورحت للمدير حق المدرسه. الا مدير المدرسه يقول لي سلامات يا ولدي وش فيك؟ وش اسمك انت وفي اي فصل؟ قلت له انا اسمي سالم في فصل اول رابع، وفي طالب اسمه عساف صقع وجهي في الباب. قال عساف ما غيره الدب الهرش الكبير. قلت له ايه يا استاذ؟ قال بكره تعال وانا اعلمك وش اسوي فيه، ولكن الان فيك شيء؟ قلت له لا بس سني طاح. قال تبغى اكلم الشرطه يجون عشان يتبعون لاجراءاتهم الامنيه؟ قلت له استاذ لا ما يحتاج، اصلا ابوي شرطي. قال ابوك شرطي انت؟ قلت له ايه. قال لي خلاص روح قل لابوك السالفه. واطلع يا جماعه الخير للبيت واقابل ابوي. مرحبا هلا يبا كيف حالك طيب؟ قال لي سالم وش اللي كاسر سنك؟ قلت له يبا في واحد في الفصل اسمه عساف صقعني بيده وصقعت في الباب وطاح سني، والشخص هذا شخص كبير في العمر ويتنمر علي. يقول لابوي قال لي لا يا سالم ما اتوقع انه يتنمر عليك، ممكن يمزح ولا يضيق خاطرك، سنك ان شاء الله بيطلع. قلت له يبا الشخص هذا من اول يعاديني، اذا انت يا يبا ما تبغى تساعدني ترى مدير المدرسه قال راح اساعدك. يقول شوي الا ابوي قال لي خلاص روح المدير المدرسه ممكن هو يعرف يتعامل مع عساف، وانت بلا تكبر الموضوع حاول تنهي الموضوع يعني بشكل ودي. قلت له ابشر يا يبا وما يصير خاطرك الا طيب. صدق يا جماعه الخير يقول سالم في اليوم الثاني رحت للمدرسه وكلمت المدير، قلت له يا استاذ شوف لي حل مع عساف ولا ابغى ادرس في هذا الفصل وانقلني لفصل ثاني. المهم جاء المدير ونادى عساف وتكلم عليه قدامي وصار يهزئ فيه وانت ما تستحي وليه تتكلم على الطالب والدفه. المهم اخذني المدير ونقلني في الصف اللي فيه سعد خويي اللي هو صف اول ثاني. ومرت الايام وما عاد صرت يا جماعه الخير اقابل عساف، وصدق فصل سعد كان فصل مريح وما فيه مشاكل. خلصت اولى متوسط، ثاني متوسط، ثالث متوسط. بعد ما انهيت المرحله هذه دخلت يا جماعه الخير في مرحله اولى ثانوي. ولكن يا جماعه الخير قبل ما ننتقل ذيك المدرسه كنا نسمع كلام، ولكن ما ندري وش موضوع هذا الكلام. كنا نسمع كلام ان هذه المدرسه ما هي مدرسه طبيعيه، المدرسه هذه في حي حرفيا مخيف والناس اللي يدرسون فيها راعين مشاكل درجه اولى، لدرجه قد سمعنا كلام ان في شخص قد اختطفوه من المدرسه هذه وانهم بعد يومين حصلوا الشخص هذا مقتول. المهم بعد ما سمعت هذه السالفة حرفيا زاد خوفي من المدرسة. يقول سالم جاني خوف غير طبيعي. المهم يا جماعة الخير جت الفترة اللي هي حقت الإجازة الطويلة. كانت الإجازة الطويلة في ذيك الأيام كانت ما يقارب 4 شهور، والهم كان يلحقني من أول يوم في الإجازة إلى آخر يوم، لدرجة يا جماعة الخير إني بعض الأحيان أنسي نفسي وأقول يا رجال وتمر الأيام وممكن الناس هذول كانوا في ثالث ثانوي وممكن إنهم طلعوا من المدرسة وافتكينا منهم. وزيادة على كذا كنت أجتمع بعض الأحيان مع نواف وسعد اقول لهم يا عيال انتوا تسمعون على المدرسه اللي راح نروح لها او لا؟ قال لي نواف اي والله يا سالم نسمع عن المدرسه ونعرف الرعب اللي فيها، ولكن ممكن هذه كلها اساليب تخويف قاعدين يقولونها، وانت عارف يعني الناس دائما تحب تبالغ. قلت لنواف اسمع وش رايكم ان كل واحد يكلم ابوه نحاول ننقل من هذه المدرسه قبل ما تبدا الدراسه؟ شوي اللي سعد يقول لنا يا عيال تدرون اقرب مدرسه ثانوي تبعد عننا كم؟ تبعد عننا ما يقارب 30 كيلو، مستحيل مستحيل احد من ابائكم يوافق ولا يصفح.
يصدق، لأن أغلب أبائنا يعتقدون هذه كلها سواليب طيش وكل الكلام هذا اللي قاعدين نسمعه كله كذب. ولكن إذا تبغون نحاول مع أبائنا ما عندكم مشكلة. المهم اتفق سالم وسعد ونواف إن كل واحد يروح لأبوه ويقول لنا نبغى ننقل من هذه المدرسة، لأن هذه المدرسة فيها كذا وكذا، وبرضه سمعنا عنها شائعات إن في شخص قد انخطف وانقتل. يقول سالم كل واحد راح لأبوه يكلمه وبكرة نعرف وش النتيجة اللي راح تطلع معنا. يقول سالم أنا رحت لأبوي وقال لي يا سالم لا تخاف وإن شاء الله الأمور زينة، وهذه كلها دائما يقولون الناس، ولكن الكلام هذا مو بصحيح. المهم سالم أيقن أبوه مستحيل ينقله، لأنه يعرف إن المدرسة الثانية لو بينقله بتبعد عنه بعيد مرة، والطريق خطر عليه إنه يروح ويرجع. يقول سالم في اليوم الثاني رحت قابلت نواف وسعد، قلت لهم يا عيال أنا والله كلمت أبوي وقال أنا ما راح أنقلك وخلك في المدرسة هذه. والصدمة الكبيرة يا جماعة الخير إن أبو نواف وأبو سعد وافقوا إنهم أهم ينقلون عيالهم ويروحون للمدرسة الثانية البعيدة ويدرسون فيها. يقول سالم بعد ما سمعت هذا الخبر المحزن بالنسبة لي زاد القلق فوق ما كان قلق عادي، زاد الخوف أكثر وأكثر. المهم مرت الأيام وانتهت الإجازة الطويلة وجاء اليوم الموعود اللي أروح لهذه المدرسة وأبدأ الدراسة فيها. يقول سالم ذاك اليوم كان يوم مرعب لي، يقول لدرجة أني قمت الساعة 4 الفجر من التوتر والخوف، قمت جهزت نفسي ولبست ملابسي اللي أروح فيها المدرسة وانتظرت أبوي في ذاك اليوم انه يصحى ويوديني. صدق يا جماعة الخير ابوي صحى الساعة 6 وقال يلا يا سالم انت اخوك خلوني اوديكم، اخوي الصغير يروح يدرس في ثالث متوسط وانا راح ادرس في اول ثانوي في هذه المدرسة. يقول ركبت السيارة مع ابوي وتوجهنا لذيك المدرسة، ولكن ذاك الطريق كان اسوأ طريق بالنسبة لي. وقف ابوي عند باب المدرسة وقال لي يا سالم انزل. يقول سالم انزلت من سيارة ابوي وصرت امشي على رجولي. يقول في بوابة كبيرة، هذه البوابة اللي يدخلون معها الطلاب. يقول اول ما دخلت المدرسة كان الوضع طبيعي وناس متواجدين في كل مكان وزحمة الطلاب عارمة حرفيا، وصير امشي حبة حبة الا احصل يا جماعة الخير في ناس جالسين في الزاوية قاعدين يدخنون، وتقدم شوي وحصل ناس معهم جوالاتهم، وبرضه يا جماعة الخير شفت اشكال غريبة كانت كبيرة في العمر بشكل كبير، كان الموضوع مخيف. المهم بدأ الطابور الصباحي وعيني على هذول الكبار الاربعة، شكلهم مخيف غير طبيعي. يقول سالم شوي الوكيل جاء ووقف على نفس الدرج كذا البسيط اللي مبني من الاسمنت وقعد يقول يا جماعة الخير راح اعد اسماء الان والاسم اللي راح اقوله يجي يوقف هنا. شوي اسمع ناس جنبي يقولون اوف والله ما نسى يا ساتر، وصار يعد اسم اسم وطلع ما يقارب 18 شخص. قالهم وقفوا على الجدار وقال للطلاب الباقيين خلاص ادخلوا جوا راح يجونكم المدرسين في المصلى يوجهونكم لفصولكم. المهم كان يمشون صف صف وانا كنت الصف الاخير. يقول الا الوكيل قال للطلاب هذولي كل واحد يفتح يده ويطلع العصا ويصير يضرب فيهم ضرب مو طبيعي. يقول الصدق هذاك كان اسوأ اول يوم دراسي في كل مراحلي الدراسية. في اول يوم الوكيل قاعد يطق طلاب عشانهم سووا شيء اتوقع انه في السنة اللي فاتت. المهم دخلت الفصل اللي حددوه لي المدرسة، اول ما دخلت ارتحت لاشكال الطلاب لانهم باينين انهم طلاب جدد، ما كان فيه الا شخص واحد فقط اللي كنت احسه كبير شوي في العمر، شخص كبير سمين متين متين بشكل غير طبيعي، كان قاعد قدام على اليمين. في جلسته هذه اللي قدام بينت لي ان هذا الشخص ناوي يشد حيله ومو فاضي اصل للمشاكل، وكان اسم هذا الشخص اسمه سامر. المهم لحظات الا جاء المدرس ودخل علينا وصار يعرفه بنفسه وقاعد يقول للطلاب كل واحد يقول اسمه، واللي يقول عبد الله فهد خالد سعد مرزوق قاعدة تمر الأسماء كلها. وجت اللحظة عندي وقلت لهم اسمي وكمل هذا المسار لين الأخير. ولكن يا جماعة الخير اللي شدني إن المدرس يوم وصل عند الطالب اللي اسمه سامر قال للمدرس سامر ما رحت عند الوكيل برا؟ قال له سامر لا يا أستاذ أنا يا أستاذ تفهمت مع الوكيل والوكيل يعرف بكل اللي عندي لا تشيل هم. يقول سالم أول ما سمعت الكلمة هذه جاني فضول أعرف وش السالفة اللي بين سامر والوكيل، وش مسوي سامر بالضبط عشان يقول للمدرس ليه ما رحت عند الوكيل. يقول سالم استمرت الحصة الأولى وجت الحصة الثانية وجت الفسحة بعد الحصة الثانية إلا ينفتح الباب ويدخلون طالبين، واحد يمسك سامر مع صدره والثاني يسطر سامر كف حرفيا غير طبيعي. يقول سامر يعني كان سمين شوي وصوت الكف يعني كان مبالغ فيه. يقول المهم سطره كف وطلع وخلاه. يقول شوي إلا سامر عيونه دمعت وحس أنه قاعد يبكي. بيني وبينكم من الفضول اللي فيني قلت لازم أعرف هذا الشخص وش عنده، ولكن ما ينفع أكلمه الآن وراح أخليه لين تيجي الفسحة الثانية أو الطلعة. جت الفسحة الثانية وروح لسامر وسلم عليه السلام عليكم كيف حالك طيب؟ قال لي عليكم السلام. قلت له أنت اسمك سامر صح؟ قال لي وش تبغى؟ قلت له يا أخي اللي دخلوا وطقوك ليه ما تروح تعلم المدير عليهم؟ يقول فجأة اللي رد عليه سامر وقال لي أنت مالك دخل ولا تتلقف ولا تسوي نفسك فاهم، بطلع من الموضوع عشان ما أقوم الآن وأجلدك، تفهم ولا ما تفهم؟ المهم أنا سكت ومشيت الموقف. يقولوا كنت مستغرب منه لأني أنا كنت أبغى أساعده.
المهم في اليوم الثاني جاني فضول اني اروح اشوف سامر هذا وش وضعه وش سالفته وليش هذول يتهجمون عليه. رحت سالت عنه في الفصل وكنت ابغى اعرف المكان اللي يسكن فيه عشان اقدر اقابله برا المدرسه واقدر اسولف معاه باريحيه. فسالت احد الطلاب اللي موجودين عندنا قالوا لي اذا تبغى واحد يعرف بيت سامر اسال هذاك الطالب اللي قدام على اليسار. يقول سالم توجهت على طول ذاك الطالب. سالته قلت له معليش عندي سؤال بسيط تقدر تجاوبني عليه؟ قال لي سم مامر وش بغيت؟ قلت له يا اخي سامر وين بيته؟ شوي للرجال هذا يقول لي يا اخي لا يكون في مشاكل تبغى تسويها معه، ترى الرجال قسم بالله العظيم ما قدر ارتاح في يومه، عشان كذا انا ما راح اعلم. قلت له قسم بالله العظيم اني ابغى اساعده وما لي اي نيه من نيه السوء اللي ابغى اسويها لسامر، ولكن والله العظيم ان حاله يعني يرضى لها وحرام اللي قاعد يصير معاه. مع السوالف الرجال هذا اقتنع في كلامي وعلمني وين مكان بيت سامر. فقلت على طول اول ما اطلع من المدرسه راح امر لمحارتهم. اذ كانت حاره سامر يا جماعه الخير تبعد عن بيتنا ما يقارب 25 دقيقه. طبعا 25 دقيقه مشي. قلت مالي الا اروح لسيكل، يعني 12 دقيقه 11 دقيقه انا راح اكون عند بيته باذن الله. وصدق واخذ السيكل حقي واركبه واطلع يا جماعه الخير على الشارع واتوجه للحاره اللي ساكن فيها سامر. وصرت ابحث عنه يمين يسار ما لقيته. قلت الحل الانسب اني اصلي في اي مسجد قريب من عند بيتهم، يمكن اني اشوفه بالصدفه او جاي يصلي. وصدق يا جماعه الخير انتظرت لين جاء وقت الاذان ورحت بالسيكل حقي ووقفت عند باب المسجد ونزلت. يوم خلصت الصلاه وانا طالع قاعد ادور في المسجد حقهم اللي يا جماعه الخير حصلت سامر. قلت هذا الحل الانسب اني انا اسولف معاه واعرف ليه هو خايف من الطلاب اللي في المدرسه. يقول سالم انا سبقته ووقفت عند الباب عند السيكل وقاعد اسوي نفسي كذا كاني قاعد اجهز السيكل واضبط الجنزير حق السيكل، ابغاه بس يطلع وكاني قابلته بالصدفه. صدق شوي وطلع سامر ونزل مع الدرج الا انا في وجهه. قلت له اوه سامر. اللي شوي قال لي هلا هلا. قلت له سامر كيف حالك؟ طيب بالله انت ساكن هنا؟ قال لي انا من زمان ساكن هنا. قلت له كيف المذاكره وكيف الدراسه كل شيء زين؟ قال لي هي كل شيء زين. تبين لي يا جماعه الخير ان شخصيه سامر برا المدرسه مختلفه وجوا المدرسه مختلفه بشكل كامل. قلت له الا سامر فاضي انت ولا مشغول؟ قال لي سالم والله اني مشغول شوي مع الاهل ولكن امر وش بغيت؟ قلت له بس ابغى اسالك سؤال كذا وبمشي. قال لي خلاص تعال. وامشي جنبه يا جماعه الخير وانا قاعد ادف السيكل وسامر بالجهه اللي على اليمين. قلت له سامر معليش يا اخي وش صاير جوا المدرسه وليه هذولي قاعدين يعادونك مع العلم اني انا قاعد اشوفك انك شخص كويس؟ قال لي والله يا سالم موضوع قديم ولا ابغى اتكلم عنه واتمنى انك ما تشغل يعني عقلك بهذا الموضوع. قلت له سامر معليش الشيء اللي قاعد يصير لك شيء شوي يقهر، انا ما ارضى اشوف خويي طق في الفصل واكون ساكت كذا واقعد اتفرج، لازم اوقف معاك يا سامر. يقول سالم صرت اعطيه من الكلام الايجابي اللي يحفز عقله انه هو يتكلم. شوي قال لي اسمع يا سالم الموضوع اللي بقول لك اياه تكفى لا يطلع عند احد، ترى ما قلت الا لك انت ولو طلع ترى ما اعرف الا انت اللي راح تنقل الكلام. قال لي تعال تعال شوي كذا على اليمين. يروح يا جماعه الخير على اليمين وندخل يا جماعه الخير نفس كذا قطعه الارض الفاضيه اللي ما فيها بيت مبني. من الكلام هذا ما يبغى احد يسمع. قلت بس اكيد في موضوع صاير بينهم وخايف ان اهله يسمعون او واحد يشوفه، لازم اخليه يثق فيني اكثر. قلت له سامر اسمع، سامر ترى ابوي يشتغل في الشرطه مع الحكومه، ومو في الشرطه بس، يشتغل في عده اماكن، ترى اقسم بالله العظيم اقدر اساعدك وش فيك بس. شوي قال لي تكفى ابوك في الشرطه؟ قلت له اي في الشرطه. قال طيب لو تكلم ابوك يقدر يحل موضوعي بدون اهلي ما يدرون؟ قلت له يقدر يحل موضوعك بدون ما احد يدري من اهلك. قلت له خلص وش الموضوع؟ شوي يا جماعه الخير وانا قاعد اكلمه شوي الا سامر يصير يبكي. يا ولد سامر وش فيك يا ولد؟ ويقعد يصيح، صار يصيح كأنه طفل. قلت له سامر وش فيك؟ فيك شيء مزعلك؟ وش فيك مكتوم كذا؟ شوي قال لي سامر معليش يا سالم شوي بالله والله ابغى اهدى خلني اصيح من زمان ابغى اصيح. عرفت يا جماعه الخير ان سامر كان كابت اشياء في صدره ما حد يعلم عنها وحصل نفس بسيط وصار يصيح من نفسه. قال اسمع يا سالم تكفى انا معتمد على الله ثم عليك، تكفى اني معتمد على الله ثم عليك. قلت له يا ولد وش فيك يا اخي؟ حسيت موضوعك ضخم مرة، قاتل احد انت؟ قال لا. قلت فيك شيء؟ قال لا. قلت طيب وش فيك قل لي؟ قال لي سالم شفت الشخص اللي دخل ذاك اليوم مسطرني كف؟ تدري ان هذا الشخص كان من اعز اخوياي؟ وتدري من كثر ما هو كان اعز واحد من اخوياي كنت اقول له كل شيء وكنت اثق فيه ثقه عمياء. قلت طيب وش صار؟ قال بعلمك وش صار. يقول انا ترى عايد لحد الان سنه، انا مفروض الان في ثاني ثانوي ولكن عد دور بسبب خويي. في السنه اللي فاتت قال لي شفت الوكيل يوم دخل وصار يصف الطلاب وناداهم برا وصار يطقهم؟ بعلمك السالفه كامله يا سالم. قال اتمنى اذا انت تقدر تقدم لي الخدمه انت او ابوك لان الموضوع يحتاج شخص يكون رجل امن عشان يحل هذه المشكله. يقول انا في اولى ثانوي
الثانوي كان عندي هذا الخوي اللي أقول لك أعز خوي عندي. يقول في أولى ثانوي جت مرحلة نقدم فيها على الاختبارات، والاختبارات هذه تكون خارج المدرسة، اختبارات يقصون فيها قدراتك العقلية يعني من رياضيات ومن أشياء لغوية. كانوا ذاك اليوم يحتاجون اللي هي معلوماتي وبطاقتي. كلمني خوي قال عطني بطاقتك أنا راح أسجل عشان نسجل في نفس اليوم ونختبر سوا يا سامر. قلت له أنا يا سامر أبي أخذ هذه بطاقتي وما عندي مشكلة، سجلني تكفى وخلنا في نفس اليوم في نفس الوقت. قال لي زين زين. المهم راح خويي هذا الله يعطيه العافية وسجلني داخل هذا الاختبار، ورحنا اختبرنا سوا ومشينا أمورنا. قلت له طيب يعني ما في شيء لحد الآن يعني مربك؟ قال بعلمك وش صار. جت الاختبارات النهائية اللي هي نتخرج من أولى ثانوي نروح لثاني ثانوي. قبل ما ندخل المدرسين يوزعون الطلاب هم بأنفسهم، في كل طاولة كان عليها اسم، فأنا كان حاطيني قدام في الفصل وخويي هذا كان وراي مباشرة. المهم جلست أنا قدام وهو ورا. جاء ذاك اليوم اختبار لمادة الفيزياء. المهم الاختبار صعب وأنا ما حليت زين إلا شوي. خويي اللي ورا هذا اللي يقول لك قاعد ينغزني، سامر وش الإجابات؟ سامر قل لي وش الإجابات؟ وش صح وخطأ؟ وش أحط في القوانين؟ سامر. المهم أنا باقي ما حليت وتقروشت منه، فلفيت عليه كذا قلت له يا أخي اصبر خلني أخلص وعلمك. قال لي زين. المهم وصير أحل في هذا الاختبار وأسجل معلومات اللي عندي وأنا أصلا عارف إني أنا راح أسقط في هذه المادة، ولكن أنا ترى كنت أفضل منه في حلي كله كان خطأ في خطأ في ذاك اليوم. ولكن عندنا اتفاق دائما نسويه في الاختبارات، واتفق معي خويي فيه. قال لي اسمع يا سامر لا تسجل اسمك، إذا خلصت عطني ورقتك وانت خذ ورقتي وابدأ حل فيها. قلت له خلاص زين. وصرت حل 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 وكل حل ذاك اليوم كان خطأ، فعطيته الورقة وأنا أخذت ورقته، ورقته لحد الآن جديدة ببدأ أسجل فيها المعلومات. المهم خويي اللي وراي على طول قام وسلم ورقته ومشى، وأنا لحد الآن بالش قاعد أحل في هذه الورقة. يقول فجأة إلا أناظر يسار إلا حصل فيه طالبين يغششون بعض، يوم رفع الورقة إلا قاعد أشوف الحل وحاول أنقل الحل هذا كامل. يقول والله وسجل وراهم وسجل طق 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 لين خلصت الورقة كاملة وكتبت اسمي وسلمت الورقة. طلعت برا إلا خويي كان برا ينتظرني. الله يعطيك العافية سامر ما قصرت. قلت له ترى في بعض الحل ترى ممكن غلط. قال أهم شيء أنجح في المادة يا رجال ما ذكرت زين. قال لي ما عليه اسمع نخلص الاختبارات وشهادة لا تنسى راح نروح سوا. قلت له أبشر أبشر. خلصنا في اليوم الثاني ثالث اختبار رابع اختبار لين خلصنا المواد كلها. قالوا لنا يوم الأربعاء راح يكون استلام الشهايد، ويوم الأربعاء مثل ما أنت عارف كان هو آخر يوم دوام. طبعا هذا يا جماعة خير بالنظام القديم كان يوم الأربعاء آخر يوم دوام. المهم جاء استلام الشهايد وراح معاي خويي، كان المدرسة موزعين المدرسين اللي يوزعون الشهايد. المهم استلمت شهادتي وهو استلم شهادته. يوم ناظر درجات الفيزياء درجاتي أنا كانت أكثر من درجاته، وكان يطلع كم جبت في الاختبار النهائي. ناظر فيني كذا وقال لي سامر يا كلب غدرت فيني أنا أوريك وما أدري إيش، وصار يرفع صوته علي ويتكلم علي بكلام بذيء. أنا سكت من طيب نية لأني متعود إني ما أرد على أحد ودائما ما قابل الإساءة بإساءة. قلت طيب سامر وش صار بعدها؟ قلت بعدين هذا وش دخله بموضوع إن الوكيل يوقفهم الصبح ويطقهم في أول يوم دراسي؟ قال بعلمك وش صار أصبر. يقول المهم مرت الأيام ومر الخميس والجمعة، يوم السبت راح تختبر الناس اللي سقطوا في بعض المواد. يقول سامر خويي راح يختبر، اختبر وخلص طلع من المدرسة واختفى. المهم الآن أهل الولد هذا يعرفون من خويي المقرب اللي هو أنا يا سامر. قلت له طيب. يقول سامر جو أهل هذا الولد وكلموني قالوا ولدنا وينه ما شفته وهل هو كان معاك؟ قلت لي عارفه أتوقع أنه ممكن راح يختبر. قالوا لا مو موجود في المدرسة تعرف وين يروح؟ قلت إيه يمكن رايح استراحة أخوياه. قالوا لي وين مكان الاستراحة؟ حددت لهم الموقع من طيب نية والله، وراحوا أهل الاستراحة وطاحوا عليه في الاستراحة وهو قاعد يشيش. يقول سامر أنا لحد الآن ما أعرف وش السالفة. يقول مرت الأيام بعدها بيومين إلا هذا الرجال مجمع ما يقارب 8 أو 9 أشخاص وقعدوا يضربون فيني ضرب مو طبيعي، ضرب الله لا يوريك، يضربوني وكنت يعني سمين وكنت أتحمل الطقات اللي قاعدة تجيني. يقول سالم على طول سألتك طيب يوم طقوك رحت قلت لأبوك ولا لا؟ قال لا يا سالم أنت ما تعرف أبوي زين. قلت له وش وضع أبوك؟ قال أبوي لو أقول له هذا الكلام والله إني طقني طق مو طبيعي، أبوي شخص عصبي مستحيل يسمع مننا ولا كلمة، أبوي بهذلني وبهذل أمي معانا، أبوي شخص والله أتمنى في يوم من الأيام إنه ما يصير أبوي والعياذ بالله. قلت له طيب يا سامر وش سويت؟ قلت مالي إلا المرشد الطلابي حق المدرسة أتواصل معاه وأقول له اللي صار كله. قلت له ليه طيب تروح مرشد طلابي؟ المدرسة مقفلة وكيف وصلت له وشلون تعرفه؟ يقول أنا أعرف المرشد الطلابي من أيام النشاط فكان معطينا رقمه، فاتصلت عليه ذاك اليوم وقلت له أبو عساف سلام عليكم كيف حالك طيب؟ وقلت له السالفة اللي صارت. قال لي ما يصير خاطرك إلا طيب، تبغى الآن أكلم لك أحد في الشرطة يجي يشوف موضوعك كامل؟ أول ما قال لي كذا قلت له لا أبو عساف تكفى لا تكلم الشرطة والله أبوي ويلي منه. قال ما راح يصير لك شيء والموضوع سهل بإذن الله لا تخاف. خف ذاك اليوم
يوم من موضوع الشرطة. قلت له لا شوف الموضوع بالشكل اللي انت تبغاه. قال لي خلاص وعدنا بداية السنة الجديدة وحاول انك ما تقابل هذول الطلاب لين بداية السنة. يقول سالم قلت له سامر وش صار بعدها وبعدين انت قبل شوي كنت تقول لي انك انت عديت الاختبار ونجحت. قرر علمك وش سوى النذل هذا. يقول راح كلم ابوه وابوه جال ابوي وصار يكلمه وقال انت ترى ولدك وولدي غشين في الاختبارات وهذا الشيء ما يجوز واللي سووه هذا شيء خطأ. فابوي اول ما سمع هذا الكلام جاني وطقني. يقول من قوة الطق حرفيا حسيت انه هو مو ابوي وحسيت انه قاعد يطق شخص ذابح احد من اهله وراح للمدرسة وقال لهم ولدي ما ينجح تخلونا يعيد سنة من جديد. هنا عرفت ليه سامر ما نجح وتعدى هذه المرحلة. قلت له طيب خويك؟ يقول خويي يوم عاد الاختبار الثاني برضو سقط عشان كذا كان في قلبه الكره لي وراح وعلم أبوي. والمهم يا سالم يوم جت الدراسة أبو عساف ما قصر راح وكلم الوكيل وقال له قال أن الموضوع كذا 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 ولازم الناس اللي طقوا سامر يتحاسبون. قلت له يعني مشكلتك انحلت بما ان الوكيل ضربهم؟ قال لا المشكلة مو هنا، شفت الطالب اللي دخل وطقني؟ صح هو كانت معاه هويتي واسمي وتاريخ ميلادي وكل شيء. يقول قبل الدراسة باربع اسابيع ارسل لي رسالة على جوالي قال لي قسم بالله العظيم اني ما اخليك ترتاح في حياتك واذا ما خليتك تنسجن انا ما افهم شيء. المهم قال لي ترى حتى بطاقتك موجودة عندي راح أطلع فيها أرقام وراح أبلاك وراح أدخلك في مشاكل. قلت له أها يعني الشخص هذا الآن قاعد يبتزك معاه بطاقتك ويبغى يبلاك ويدخلك في مشاكل وانت تخاف انك تنسجم بسبب المشاكل هذه؟ قال لي ايه والمدرسة اللي احنا فيها بايعينها. قلت له طيب هويتك عندك كصورة يعني حافظها في جوالك كصورة؟ قال لي سالم اكيد كصورة صورتها بالجوال وارسلتها له. قلت له خلاص زين انت الان مشكلتك الوحيدة ان عز اخوياك قاعد يهددك ومعاه هويتك ويبغى يبلاك بعدين في كذا شغلة ممكن تسجن. قال لي ايه. قلت له اسمع موضوع الابتزاز هذا بكلم ابوي فيه ولكن اخاف ابوي يقول خل ابوه يكلمني وش تشوف اكلم ابوي في الموضوع او لا؟ قال لي لا اصبر خلنا نشوف ايش نهايتها معه ولكن هذه سالفتي كامله واتمنى منك ما تقول لاحد هذا الموضوع نهائيا. قلت له ابشر يا سامر وما يصير خاطرك الا طيب. قلت له ابشر يا سامر وما يصير خاطرك الا طيب اسمعني انا اليوم راح اروح البيت وراح اسال ابوي عن الموضوع هذا ولكن ما راح اعلمه اسمك ولا راح اقول له شيء. ممكن ابوي يقول لي طريقه نقدر احنا نحلها بدون ما يعرف ابوك. قال لي سامر خلاص زين واسمع يا سالم تكفى بكره في المدرسه لا تكلمني ولا تقرب مني ما ابغاهم يعرفون انك انت صرت خويي وبرضه ما ابغاهم يعرفون انك انت عرفت السر. بكره موعدنا في نفس هذا المكان وفي نفس هذا المسجد خلنا نتقابل وعلمني وش راح يصير معك. قلت له أبشر. يقول سالم يا جماعة الخير وأطلع من عنده وأروح لبيتنا وسبحان الله في اللحظة اللي دخلت فيها إلا أبوي كان موجود في الصالة. والزين في أبوي إنه يا أخي ما يحط حدود بيني وبينه ودائما يخليني أفضفضرة وأتكلم وأقول له على المشاكل اللي تصير لي وإنسان متفهم ويفهم بسرعة. فجلس جنب أبوي قلت له يبا كيف حالك طيب؟ قال لي بخير. وسم يا سالم وش بغيت؟ قلت له يبا أنا عندي سؤال. سؤال يبا يعني بديهي لا أكثر ولا أقل. قال لي وش هو؟ اسأل وإذا أقدر أفيدك بإذن الله راح أقدم لك الخدمة. قلت له يبا الآن لو في شخص يبتز شخص وش يسوي الشخص المبتز؟ نظر فيني ابوي وقال لي سالم اذا كان فيك شيء تكلم واذا في احد تكلم عليك او حاول يبتزك علمني والله لا اعطاه لك في الارض. قلت له والله يا يبا ان ما في احد تكلم علي ولا احد حاول يبتزني ولكن والله يا يبا ان هذا السؤال ابغى اعرف اجابته منك. قال لي اسمع عنده خيارات كثيره ولا تعتقد ان الشخص المبتز يكون ضعيف لا راح يكون قوي بشكل انت ما تتوقع. قلت له يبا كيف؟ قال اي واحد يتعرض للابتزاز اول شيء لازم يعلم امه وابوه ويخليهم يعرفون بهذا الموضوع عشان الشخص اللي قاعد يحاول يبتز ما ياخذ اكبر فائده من الشخص هذا. قلت له طيب يا ايبا لو ما يبغى يعلم امه وابوه يبغى يحل الموضوع بنفسه؟ قال لي يا سلام في هذه الحاله يتوجه الى الجهات الامنيه وراح يقدمون له الخدمه بشكل كامل ويحلوا له الموضوع هذا بشكل سري وتام. ولكن اذا تبغى نصيحتي لازم يعلم ابوه لازم ابوه يكون عنده خبر سواء بسريه او بدون سريه وإذا هو أخطأ ويعتقد أن الخطأ هذا هو الخطأ لأنهى حياته افتراه غلطان. وبرضه يا سالم كل الأمة تخطي وكل الناس تخطي ما احنا معصومين عن الغلط. قلت له زين زين يا يبا والله يعطيك العافية. يقول سالم بعد ما سمعت الكلام هذا من أبوي عرفت أن أبوي يفضل أن احنا نعلم أبائنا أو أمهاتنا نعلمهم بالشي اللي قاعد يصير عشان يكون عندهم دراية بهذا الموضوع. وبرضه اللي عرفته زيادة إذا أنت أخطيت ومستحي من الخطأ حاول تنهي الموضوع من بدري عشان
عشان ما يتفاقم الخطأ ويوصل لمرحلة أكبر من كذا. المهم في اليوم الثاني رحت للمدرسة وجلست في الفصل وكان فيه سامر، يقول مريت من عنده وسويت نفسي كأني ما أعرفه وجلست وانتظرت وانتهت الحصة. وعلى نفس الموال يا جماعة الخير بعد ما طلعت من المدرسة وفي نفس الوقت اللي حددته أنا وسامر عند المسجد، خذت السيكل حقي ورحت له وصليت معاه في المسجد حقه وطلعنا. قلت له اسمع يا سامر، والله كلمت أبوي وأبوي قال لي الأفضل إن أبوك وأمك يعرفون، وبعدين ترى يا سامر خطأك بسيط، واحد يبتزك وانت معاك حق، في شيء ثاني انت مغبيه علي؟ قال والله يا سالم هذا كل شيء، ولكن انا ابوي ما راح اقول له شيء لو يصير لي يصير، والله لو توصل اني افقد حياتي ما راح اقول لابوي اي شيء. يقول سالم انا عرفت من كلام سامر ان ابوه انسان عصبي بشكل كبير وغير متفهم وما يعرف كيف يتعامل مع سامر ولده. شوي سامر ناظر فيني قال يعني ما في حل ثاني؟ قلت له والله حل ثاني ما اقدر، ولكن في طريقتين راح اسويها. اول طريقه راح اسويها لازم تعلمني هذا الشخص وش اسمه وزياده عليها هو وش يحب كل يوم، لاني ودي اتعرف عليه وافهم جوه بالكامل. اذا عرفت هذا كله باذن الله اني اقدر اساعد. شوي قال لي سامر ليه تبغى تعرف هذا كله؟ قلت له انا بحاول اتقرب منه واعرف هو وش جوه وش يسوي عشان احاول اقابله في اماكن مختلفه، واذا زانت العلاقه بيني وبينه احاول اني ادخل جواله واحذف الصور اللي عنده. شوي قال لي سامر سالم الخطه هذه ما راح تفيد وما راح تقدمنا ولا تاخرنا، لان الشخص هذا حياته عباره عن استراحه ومدرسه، ما عنده اي شيء ثاني يسويه. قلت له طيب على كذا ما في حل الا تعلم امك وابوك. المهم قلت لسامر انت فكر في الموضوع وعلمني، انا الان راح اروح البيت واطلع من عنده واتوجه لبيتنا مباشرة. وقاعد افكر في موضوع عشان اقدر اساعد سامر بالشكل المطلوب، ما طلعت معي اي فكرة. جاء اليوم الثاني في المدرسة اللي يا جماعة الخير يدخل المدرس حقنا ويقعد يشرح لنا في منتصف الحصة الا يضرب الباب المرشد الطلابي طاق 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 ويفتح الباب. سلام عليكم كيف حالكم طيبين؟ للمرشد يا جماعة الخير يقول للمدرس ان في رحلة ونحتاج طالب واحد، من الطالب اللي تشوفه مناسب؟ قال المدرس خلاص زين نهاية الحصة راح يجيك طالب بإذن الله. طلع المرشد وقفل الباب معاه إلا المدرس يقول لنا اسمعوا يا طلاب راح أسأل أسئلة بسيطة واللي راح يجاوب أكثر راح أخليه يطلع لهذه الرحلة، جاهزين؟ جاهزين. يقول سالم المدرس بدأ يسوي المشاركة البسيطة هذه داخل الفصل وأنا حرفيا كل شوي رافع يدي أجاوب وجمعت نقاط كثيرة وهذا الشيء خولني اني انا اروح لهذه الرحلة. قال لي المدرس سالم روح للمرشد الطلابي وسجل اسمك عنده. قلت له زين يا استاذ، واطلع من عنده على طول للمرشد الطلابي وقابله. قلت له السلام عليكم، هلا استاذ، انا جايك قبل شوي من الفصل والمدرس اختارني اني انا اللي اروح للرحلة. قال لي طيب عطني اسمك سالم وسجل اسمي بالكامل. قلت له استاذ الرحلة هذه وين راح تكون؟ قال لي الرحلة هذه راح تكون رحلة توعوية وراح يتكلمون فيها عن اخطار المخدرات واشياء كثيرة ثانية، جاهز تروح؟ خلاص اسجل اسمك؟ قلت له اي يا استاذ راح اروح. قال لي خلاص باذن الله الحصة الرابعة خليك موجود هنا، ولكن قبل ما تطلع عط علم للاستاذ اللي يدرسك، قل له اني راح اروح مع الرحلة. قلت له زين زين يا استاذ، والله وارجع جماعة الخير وارجع لفصلي وانتظر لين الحصة الرابعة لاني متحمس لهذه الرحلة واحس فيها اشياء تستهويني، مكافحة المخدرات والاجرام واشياء كثيرة، واطلع معهم الرحلة هذه ونركب الباص يودونا المكان مخصص للامن ويستعرضون فيه خطر المخدرات على العالم وكيف اشكالها وكيف انواعها. ولكن يا جماعة الخير شدني قسم في نفس الرحلة هذه، قسم يتكلم عن الابتزاز، برضو كان في رجال واضع على وجه الراحة التامة، شخص ملتحي صاحب دين وعلم، وجاء على بالي مباشرة صديقي سامر. قلت له خلنا نخلص من البداية اللي هي يتكلمون عن المخدرات وخطرها وانواعها، بعد اذا جينا عند قسم الابتزاز راح اسأله. المهم خلصنا من المحاضرة الاولى اللي تتكلم عن اثار المخدرات اعوذ بالله، ورحنا للقسم الثاني اللي يتكلم عن الابتزاز، الا في شخص قاعد يتكلم وقاعد يسألنا اسئلة كثيرة وقاعد يعلمنا كيف نتعامل مع هذه الاشياء. المهم يوم خلصت المحاضرة حقتها انا على طول رفعت يدي، قلت له لو سمحت عندي سؤال. قال وش سؤالك يا ولدي؟ قلت له الان نفترض ان في شخص ابتزني خارج دولتي، كذا انا وش راح اسوي؟ قال لي ابتزك كيف؟ قلت له يعني يكون معاه معلومات خاصه فيني ولكن ما هو داخل الدوله، اذا هو داخل الدوله اقدر اجيبه، ولكن تخيل معي انه هو خارج الدوله. ناظر فيني كذا وهو قاعد يضحك، قال ولدي قد سمعت عن ناس يسمونهم الهاكرز؟ تعرف وش طبيعتهم وش وظيفتهم؟ تعرف هذولي مين؟ هذولي جنود إلكترونيين مجندة يقدرون يوصلون لك وين ما كنت ويقدرون يجيبونك من أي مكان أنت فيه. بعدين قال لي قد سمعت فيهم؟ قلت لي والله قد سمعت فيهم بس ما كنت أتوقع أنهم بهذا القوة، وكنت يعني أعتقد أن الموضوع كذب في كذب وأن الموضوع هذا غير حقيقي. شوي الرجال هذا قال لي لو رجعنا الآن بالزمن إلى 300 سنة ورا وقلت لك أني أقدر أتواصل معاك عن طريق جوال، هل راح تصدق أو تكذب؟ قلت له أكيد
اني راح اكذب. قال لي يا سلام عليك، دائما الانسان اذا قل علمه صار مكذب ومشكك، واذا زاد علمه صار يحب يطلع ويتعلم. المهم كلامه هذا غسل مخي واقنعني ان سالفة الهكر سالفة حقيقية، ما هي سالفة كذبية، والشي اللي يسوونه شيء غير طبيعي. واحد من مكان يبعد عنك ما يقارب 20,000 كيلو يقدر يوصل جوالك بضغطة زر انتر يقفل لك كل شيء. جاء في بالي قلت الان هل من الممكن هذا الشخص اللي يسمونه الهكر يقدر يساعد خويي سامر؟ والله فكرة ممتازة، راح ابحث عن هذا الموضوع بشكل مكثف، وباذن الله اني اقدر اساعد سامر بالشكل المطلوب. المهم خلصنا هذه الرحلة على خير، وطلعت مباشرة ورجعت للمدرسة. وانا داخل الفصل لشفت سامر في وجهي جالس ويناظر فيني، ابتسمت في وجهه وابتسم لي. ابتسامتي هذه بس ابغى ارسل له وابين له اني ترى حصلت لك حل، ولكن يحتاج بحث شوي. جلست وانتظرت وانتهت المدرسة يا جماعة الخير، ورحت لبيتنا، ورحت صليت في نفس المسجد اللي يصلي فيه سامر. قابلت له قلت له سامر اسمع، توقع اني لقيت لك حل وباذن الله اني اقدر افيدك. قال لي وش الحل تكفى؟ قلت له اسمع، في ناس يسمونهم هاكرز، وهذول يقدرون يدخلون الجوالات والاجهزة ويقدرون يحذفون الصورة حقة البطاقة اللي عنده. قال لي سامر تكفى، تعرف واحد عنده الامكانية هذه؟ قلت له انا لحد الان ما عندي احد، ولكن راح ابحث عن هذا الموضوع وباذن الله اني افيدك. قال لي تكفى يا سالم، ما عندي احد يقدر يساعدني الا انت، تكفى يا سالم لا تخليني نهائيا. قلت له ابشر يا سامر وما يصير خاطرك الا طيب. المهم يا جماعة الخير، وارجع لبيتنا مباشرة واخذ الجوال واصير ابحث في اليوتيوب. المهم بحثت عن احد يساعدني داخل اليوتيوب ما لقيت، بحثت يمين يسار ما في اي طريقة. ولكن في احد القصص اللي سمعتها كانوا يقولون ان الناس الاشهر في هذا المجال وهم الروسيين كانوا متعلمين هذا المجال بدري. فطلعت في راسي فكرة، قلت لي ما اكتب باللغة الروسية داخل اليوتيوب ممكن يطلع لي مقاطع تفيدني. وصدق واكتب الكلام حقي واروح المترجم واترجمه وانسخ الكلام والصقه واسوي انتر. الا يا جماعة الخير طلعت لي مقاطع واجد، وفي ناس قاعدة تتكلم ولكن ماني فاهمه وش قاعدة تقول. ولكن في ذيك الايام كان اليوتيوب ما في ترجمة، يعني ما في احد يترجم لي النص اللي قاعد يقول الرجال هذا، ولكن كنت اشوف بالصورة وبالعين، اشوف ايش يسوي والطرق اللي يسويها بدون ما اسمع وش قاعد يقول. المهم اللي فهمته انه يقول ان في طريقة انك تقدر ترسل عن طريق الايميل صورة، بالشخص اول ما يضغط على هذه الصورة يصير يعلق جواله لين يفرمت جواله ويعيد تشغيله. فقلت هذه الطريقة اللي راح تفيدني اني اوصل هذه الصورة عن طريق الايميل للشخص اللي قاعد يضر سامر. المهم يا جماعة الخير، كان في عائق يعيقني في ذيك الايام اللي هو ان الشغل هذا يحتاج كمبيوتر عشان اسوي هذه الاشياء كلها. لانه يقول سالم، قلت الحل الوحيد اني اروح لابوي واقول له، اقول له يا يبا ابغالي جهاز كمبيوتر اقدر استخدمه عشان المدرسة. قال لي ابوي زين، باذن الله بكرة وانا راجع من الدوام امر محل الاجهزة واجيب لك كمبيوتر بسيط وان شاء الله انه يكون مناسب. قلت له زين زين. صدق في اليوم الثاني الا ابوي جاء وجاب معاه جهاز لابتوب، كان الجهاز هذا يا جماعة الخير من اللابتوبات القديمة اللي تفتحه يكون ثقيل وكبير ولازم يكون في الشاحن لمبة بطاريته اصلا خربانة. يقول واروح اشغل المقطع واسوي نفس الطريقة اللي سواها الرجال اللي كان موجود في اليوتيوب واتعلمها واضبطها وارسلها في الايميل الخاص بجوالي. المهم واضغط على الصورة صدق اللي الجوال صار يعلق شوي صار يفرمت نفسه. قلت بس الطريقة هذه هي الطريقة اللي راح تساعد سامر انه هو يتخلص من الشخص اللي قاعد يأذيه، واجي للمدرسة وعيش اليوم عادي. وكان ذاك اليوم يوم الاربعاء، يوم الاربعاء جماعة الخير هو اخر يوم في الدوام. طلعت من المدرسة وعلى طول على نفس الميعاد اللي متفق انا وسامر عنده اللي هو المسجد حقه. والله واطلع واروح المسجد حقه واقابل سامر. قلت له سامر ابشرك عرفت الطريقة واقدر اوصل له الان وافرمت جواله بالكامل. اللي سامر يقول لي تكفى صادق يا سالم؟ قلت ايه والله اني صادق وباذن الله ان نقدر نوصل له بالشكل المطلوب، ولكن اللي احتاجه منك احتاج الايميل حقه. قال لي الايميل حقه اقدر اجيبه اعرفه؟ قلت له عندك؟ قال ايه عندي. قلت له شلون جاك وكيف عرفته؟ قال لي لاني انا اللي مسوي له الحساب حقه اللي في الانستغرام. قلت له زين زين، عطني الايميل حقه عشان اقدر ارسل له الفايروس هذا اللي راح يفرمت جواله. قال لي تم. المهم عطاني الايميل واروح يا جماعه الخير الكمبيوتر حقي اللي في البيت، طرق 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 واضبط كل شيء واحط ايميله وانتر وارسل له الايميل. طبعا في هذه اللحظه سامر موجود عند باب بيتنا. قلت له اصبر ارسل الايميل واجيك. وصدق يا جماعه الخير بعد ما ارسلت له طلعت لسامر وانا مستانس. قلت له سامر ارسلت له؟ قال لي سامر يا سالم الان كيف نعرف ان جواله تفرمل؟ هل في طريقه نعرف فيها هذا الشيء؟ قلت له لا والله، ولكن قلت له في طريقه واحده ولكن بيعرف انك انت اللي سويت هذا كله. قال له تكفى لا يعرف. بس وش الطريقه؟ قلت له الطريقه انك تتصل عليه من جوالك في اليوم الثاني، واذا طلع الرقم عنده وعرف اسمك راح نعرف ان جواله ما تفرمل، ولكن اذا اتصلنا عليه وما عرف من انت
انت في معناه ان جواله تفرمل. شوي سامر قال لي اسمع، قال لي امي دائما تتصل عليه اذا بغت تسال عني، وش رايك اتصل عليه من جوال امي؟ فبيعتقد ان امي بتسال عن ولدها سامر. قلت له والله فكره حلوه. في اليوم الثاني يا جماعه الخير دخل بيتهم سامر وجاب جوال امه عندي، طيط 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 طيط، ويحط رقم الولد هذا ويتصل عليه. طوط طوط، يقول شوي رد الرجال، قال هلا من معي؟ يوم قال من معي ونقفل الخط، فايقنا ان جواله تفرمت بالكامل. المهم يا جماعة الخير سامر استانس وصار يدعي لي بشكل غير طبيعي. مرت الأيام وجت المدرسة من جديد، إلا يا جماعة الخير الولد هذا اللي تفرمت جواله صدق جايب معاه ورقة وقاعد يسجل أرقام أخوياه وأسماءهم، فأيقنت إن جواله تفرمت بالكامل. سامر صار مستانس وأنا مرتاح، ولكن يا جماعة الخير أنا بيني وبينكم أعجبت بنفسي وحسيت إني صدق هكر بما تعنيه الكلمة. صرت كل يوم أروح البيت وأتعلم لي كذا شغلة بسيطة، وصار هذا الشيء حرفيا عبارة عن متعتي. صرت مستمتع في هذا الأسلوب بشكل غير طبيعي. ومرت الأيام وانتهى الفصل الأول وانتهى الفصل الثاني، وجينا مرحلة يا جماعة الخير ثاني ثانوي، أول يوم دراسة. طبعا هذا الشيء معترف عليه يا جماعة الخير أن الوكيل دائما يوجه طلاب الصف أولى ثانوي اللي جايين الجدد لفصولهم الجديدة، ولكن يا جماعة الخير سمعت اسم خلاني أخاف شوي وقلت يا رب أني ما أتقابل معاه نهائيا، اللي هو يا جماعة الخير عساف اللي كان موجود معاي في المتوسطة، اللي كان يزعجني ويتنمر علي ويقول لي وين حفاظاتك يا سالم. المهم والأسلوب الهزيل هذا شفته موجود ونادوا اسمه ودخل الفصلة، وأنا دخلت الفصل يسويت نفسي كأني ما أعرفه وباين شكله وهو في أولى ثانوي كأنه في الجامعة. المهم دخلنا الفصول الدراسية حقتنا وخلصنا لين الحصة الثانية، جت الفسحة وأطلع في الفسحة وكنت أتمنى أني ما قابله، ولكن من سوء الحظ إلا أقابله وجه بوجه، وهو الشخص اللي كان يبتز سامر قبل فترة. عرفت إنهم أخويا من زمان وكلهم في نفس العمر، وواضح انهم كبار ما هم صغار. الصدق لا اخفيكم هذا الشيء وترني بشكل كبير، وقلت هذولي كيف اتعامل معهم. المهم صار يطقطق علي قال لي اوه انت هنا للحين ما بلغت، انت وش فيك ما كبرت؟ يا الله الله يكون في عونك. المهم يقول لي انا بعطيك مهله 30 يوم اذا ما كبرت ترى برجعك للروضه. يقول لهم يضحكون وضحكاتهم ضحكات الشر والاستهتار. قلت في نفسي لا حول ولا قوه الا بالله، هذا وش يبي؟ وش جابه؟ بطلع واخلص فسحتي يا جماعه الخير وارجع الفصلي. ولكن الشيء اللي نسيته صرت احتك مع سامر بشكل كبير واسولف معاه، والشيء هذا لاحظوه طلاب الفصل اني صرت خوي سامر المقرب، ولاحظ الشخص اللي كان يبتز سامر قبل. مرت الايام كذا بعد مرور ممكن اسبوعين او 3 اسابيع وانا اتواصل مع سامر والكل عرف ان سامر صار خويي، جاء الشخص هذا اللي كان يبتز سامر. شوي جاء عند سامر قال الله يا الدنيا يا سامر الحين تخاوي الطفل هذا؟ شوي قلت له معليش احترم نفسك. قال لي وش بتسوي؟ قلت احترم نفسك عشان ما يجيك علم ثاني. قال لي رجع اقلب وجهك بس بلا بزران. يلا اقلب وجهك. شوي قال له سامر هي احترم نفسك ذا خويي. الا هذا الرجال اللي كان يبتز سامر قال له الله يا الدنيا الحين رفعت صوتك علي، والله لولا ما تفرمت جوالي ولا الشخص الحيوان اللي ارسل لي الصوره على الايميل، ولا كان قسم بالله العظيم ما ترفع صوتك ولا ترفع حاجبك. اول ما سمع سالم الكلمه هذه قال له على طول انت الحيوان واحترم نفسك. نظر فيني كذا قال لي وش فيك انت تدافع عنه؟ شكلك تعرفه. قلت له ايه اعرفه، ولا تسبه ولا تتكلم عليه عشان ما تفاهم معه. شوي الرجال هذا بان عليه الخوف، قال لي بالله تعرفه؟ قلت له ايه الشخص اللي ارسل لك الايميل وايميلك 93 ايه مدري ايش، وصرت اعد له الايميل حقه وهو انا. قسم بالله العظيم لو ما تحترم نفسك اني مو اوصل جوالك اني لا اوصل لبيتكم. الا الرجال هذاك بان عليه الخوف، قال لا يا ابن الحلال هد، ولكن ما اتوقع ان انت وشكلك حافظ الكلام هذا وتبغى تقوله لي. الا عساف جاء جنبه ويناظر فيني يقول لي هلا هلا بالطفل لا تنسى على اتفاقنا. شوي الا الشخص اللي كان يبتز سامر قال العساف اسكت شوي، قال لي كيف وصلت لي وكيف قدرت تفرمت جوالي؟ يقول سالم قلت له ما عليك اقدر اوصلك انت واللي جنبك، يلا وخروا من هنا. يقول خاف شوي مع شوي تكذيب، يعني ما هم مصدقين اني انا اللي سويت هذا كله، ومقتنعين شوي اني انا عديت للايميل حقه وعلمت الاسلوب اللي وصله وان جته صوره وضغط عليها وتفرمت جواله، ولكن ربي الهمني اني انا اقدح عليهم عشان هم يتجنبوني ويتجنبون سامر. المهم راحوا من عندي. شوي لسامر يقول لي سالم لي قلت له الان الرجال هذا اقسم بالله اني عاديك. قلت له لا تخاف لا تخاف يا سامر، وباذن الله ان الكلام هذا اللي قلته له راح يخوفه وراح يعرف اني اقدر اوصل له وين ما كان. قال لي والله الناس هذولي ما يتوبون، ولكن اللي تبغاه سوى يا سالم. المهم يا الربع، يقول سالم بعد ما مرت 3 ايام من ذيك الحادثه اللي هي تقابلنا مع الرجال هذا، يقول جاني وقال لي اتوقع انك كذاب، لو انك صادق ورني شيء يثبت هذا الشيء. قلت له خلاص زين، ولكن انتبه على نفسك. يقول سالم بديت هايط عليهم وحس عندي الجرأة اني انا سكتهم، ولكن الان ابغى ابحث عن شيء يخلي هذول
يسكتون بالكامل. فصرت افكر في طريقه عشان اقنعه اني انا هكر وانه يخاف مني ولا عاد يعاديني انا وسامر. بحثت يمين بحثت يسار ما طلعت لي ولا فكره نهائيا ولا فكره طلعت لي. مر على ذيك اللحظه ممكن اسبوعين والرجال هذا بين كل يوم ويوم يمر علي يقول لي يا الكذاب مسوي هكر وعلى هذه الحاله. الا في ذاك اليوم طلعت لي فكره قلت في فكره لو ضبطت والله يهي بتنجح بشكل غير طبيعي. خلوني اقول لكم الفكره اللي طلعت في عقل سالم. يقول اكون انا موجود جوا المدرسه واتفق مع شخص من خارج المدرسه او يكون غايب واحدد للشخص هذا وقت معين يطفي فيه الكهرب وقبل ما يطفى الكهرب في الوقت المعين هذا راح اقول للرجال هذاك اللي كان يبتز سامر اني انا جايب جوالي اليوم المدرسه وباذن الله راح اطفي الكهرب وحدد الوقت اللي تبغاه يطفى فيه الكهرب. قال لي اتحداك واتحداك تطفي الكهرب الساعه 9 الصبح. قلت له زين زين. طبعا الساعه 9 الصبح اللي هو وقت الفسحه او على نهايه الفسحه. يقول سالم حاولت اجيب المفتاح اللي يفكون فيه اللي هو عدادات الكهرب او يطفونه يعني ما ابغاه يطفى بالزر اللي هو طرق طرق هذا لا ابغى يجيب مفتاح يدخله ويقفل عداد الكهرب على كذا المدرس ما يقدر يشغله الا لما تيجي الشركه وتشغله. وكيف راح اجيب المفتاح هذا حق الكهرب؟ راح اجيبه يا جماعه الخير من ولد عمي لان ولد عمي شغال في هذه الشركه المخصصه في توزيع الكهرب. والله واروح واكلمه وقال لي انتبه ترى ممنوع ترى هذا الشيء عليه محاسبه. قلت له يا اخي تكفى ابغى المفتاح بس اقفل فيه الكهرب واذا انت تقدر تساعدني والله بتفك ازمه. قال لي يا ولد تصرفك هذا طفولي وما ينفع. طبعا ولد عمي هذا اكبر مني بسبع سنوات. قلت له اني طالبك متحدي يا اخوياي. المهم حاولت اقنع ولد عمي ولد عمي وافق. قال لي خلاص زين بس انتبه ان ابوك يدري وانا راح اجي اطفي الكهرب كانه جاني بلاغ كاذب. قلت له تم. المهم في اليوم الثاني وادخل المدرسه يا جماعه الخير ومعي جوالي وري الشخص هذاك اللي كان يبتز سامر اني انا جايب الجوال. قلت له راح اطفيه عن طريق الجوال اليوم الساعه 9 الصبح. قال لي اتحداك. والله يا جماعه الخير يوم جت الساعه 9 الصبح وانا متفق مع ولد عمي برا يطفي الكهرب وارفع الجوال كذا واضغط على الجوال. اول ما ضغطت على الجوال قعدت ابو ثانيتين الا تسمع طرق الكهرب كله طفى طف 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 كل الكهرب اللي في المدرسه طفى والرجال هذا يناظر فيني كذا وهو منهبل اوف وشلون. المهم سويت نفسي ثقيل عليه وادخل الفصل وانا قاعد امشي قاعد احس بقشعريره واحس اني من المجرمين الموجودين في الافلام. طفيت الكهرب في الوقت الفلاني واقنعته اني شخص قوي. صدق يا جماعه الخير صاروا ما يعترضوننا انا وسامر ولا يقربون علينا نهائيا وصاروا يتحاشون ويخافون مننا. المهم يا جماعة الخير بعد مرور الأيام كذا ما يقارب 5 أيام جاء الوكيل وطق الباب على الفصل ودخل سلم على الأستاذ وقال أبغى طالبين من عندك إذا تسمح سامر سالم تعالوا معاي للمكتب حقي. بيني وبينكم أول ما سمعت الوكيل ينادي باسمي أنا وسامر خفت خوف غير طبيعي وأنا طالع قاعد أقول لسامر وش المشكلة ظنك وش صاير. قال والله ما أدري ولكن خل نروح ونشوف. وروح يا جماعة الخير وندخل غرفة الوكيل. قالنا الوكيل سامر وسالم اجلسوا على الكنب بكلمكم في موضوع خاص وسكر باب المكتب وقفله. شوي جلس كذا على مكتب وقال لنا كيف حالكم طيبين اعترفوا بسرعة منو الهكر اللي فيكم. اول ما قال لي الكلام هذا انا بيني وبينكم خفت قلت يا ساتر كيف عرفوا من قال له وشلون وصل الموضوع كذا في خلال 5 و4 أيام واكيد الشخص اللي كان يبتز سامر هو اللي علمه. شوي قال يلا من الهكر اللي فيكم يلا علموني. هكر طف الكهرب ويفرمت جوال واحد من الشباب موجود هنا في المدرسة يلا اعترفوا منو الهكر فيكم. انا سكت وقاعد اناظر فيه شوي اللي الوكيل يرفع صوته بقوة منو الهكر اللي فيكم بسرعة لو ما تعترفون قسم بالله العظيم لا ادق على الشرطه. يقول سالم قلت الان لازم اتدارك الموضوع ولا احط في سامر في مشكله ولا انا اطيح في مشكله اكبر من هذه. قلت يا استاذ اتوقع الموضوع يعني فيه لبس عندك. وش الهكر يا استاذ؟ اذا تقصد الموضوع حق الجوال حق الولد ترى جواله تفرمت بس وانا قلتها له كذا وصدق يعني مستحيل يا استاذ اني اقدر اوصل جواله وفرمته. ولكن ترى الشخص هذا اللي جاي يوصل لك الكلام ترى شخص سيء وقد ضر سامر يا استاذ. قال لي من تقصد؟ تقصد عساف ولدي؟ يوم قال عساف ولدي تذكرت ان الوكيل هذا هو اللي اسمه ابو عساف واللي ساعد سامر قبل في النشاط صار عساف هو ولده اللي كان يدرس معي في المتوسطة الشخص اللي كان يتنمر علي. هنا برمجت الموقف وعرف ان عساف قال السالفة لابوه وقال له ان سالم اخترق جوال خويه وصار يهددهم في المدرسة وبرضه ذاك اليوم هو اللي طفى الكهرب. قلت له لا يا استاذ ما اقصد عساف اقصد خوي عساف اللي تفرمت جواله. يا استاذ اذا ما تدري الولد هذاك كان يبتز سامر كان يبتز بشكل يومي وكان يحب يسبب المشاكل داخل المدرسه. شوي الاستاذ قال هذه المشكله راح نحلها ولكن علمني وش السالفه وليه ينادونك بالهكر.
انت استاذ ترى الموضوع صار صدفة، يعني مستحيل اني اقدر اوصل جواله وافرمته، يعني شيء شوي جنوني. اما سالفة الكهرب، اصلا الكهرب مو متصل بالانترنت، وشلون اطفيه يا استاذ؟ يعني شيء ما يدخل العقل. صدق هذا الوكيل اسمه ابو عساف نظر فيني شوي وكان مستغرب، قال خلكم هنا شوي وبرجع. راح جماعة الخير وطلع من المكتب، بعد 10-15 دقيقة رجع وهو معاه مدرس الحاسب. اليوم مدرس الحاسب يناظر فيني، قال لي وش السالفة يا سالم؟ وصرت اشرح له السالفة مثل ما شرحتها الوكيل. ناظر في الوكيل قال اسمع، ما اتوقع ان هذا الشيء يصير، يعني سالفة ان الجوال يتفرمت هذه ممكن تصير، ولكن انه يطفي الكهرب هذا شيء مستحيل انه يصير نهائيا، وما له دخل لا في الهكر ولا له اي دخل هذا الولد. قال الوكيل خلاص يا استاذ يعطيك العافية وطلع. شوي قالنا الوكيل انا راح اوقعكم على تعهدات، لو صار اي شيء بعدين ترى ما اعرف الا انتم. اللي يا جماعة الخير مرت الأيام وصايرة تنتشر سمعتي داخل المدرسة ان ترى سالم هكر وانتبهوا منه، وصارت الناس تيجي تسألني بعض الأحيان أسئلة غريبة، سالم كيف وصلت لهذه الحالة؟ سالم وشلون تقدر تسوي كذا؟ سالم صدق هل في ناس تقدر تشغل تخلي الإشارة خضراء أو حمراء؟ صاروا يا جماعة الخير قاعدين يسألوني أسئلة بدائية. المهم مشيت الأمور وعطيت كل واحد على جوه، ومستحيل أقول لهم وش صار معي قبل. المهم في صف الثالث ثانوي جاء ذاك اليوم مدرس، كان ذاك المدرس غثيث مرة، غثيث بشكل انتو ما تتوقعونه. من قوة ما هو غثيث يا جماعة الخير، الاستاذ ذاك كان ما حد يطيقه ابد، الفصل كامل ما حد يحبه، كان غثيث لأبعد درجة، وزياد عليها كان مستهتر فينا، كان يقول انه قاعد يضيع وقته معنا، وانه قاعد اصلا ما يشرح الطلاب، كان قاعد يقول انه كان يشرح الحمير. المهم ما حبينا ذاك المدرس، والمدرس الغثيث يا جماعة الخير مثل ما انتو عارفين دائما يحط لك اختبارات، دائما في اي وقت يبغى يختبرك، بداية الحصة، نهاية الحصة، في منتصف الحصة، بس يبغاك تخطي عشان يطقك. طبعا يقول سالم انا كنت ذكي، جاء ذاك اليوم وسأل سؤال، ومع العلم ان له كان ما يقارب شهر كامل كان يدرسنا، وكان يسألني كل يوم ما يقارب 3 أو 4 اسئلة. يقول بعد ما مر شهر جاء ذاك اليوم سألني سؤال، قال يا سالم وش تعريف الشيء هذا؟ المهم انا اخطيت في الجواب، وهو اصلا كان ينتظر خطاي، قال لي افتح يدك، ويجيب يا جماعة الخير الاداة اللي معروفة عند الطلاب على جيل اللي هي لي الكهرب. يقول سالم جاب لي الكهرب ويصير يضرب في يدي 4-5-6، وكان يستمتع في الطق. متخيلين يا جماعة الخير انه كان يقول للطلاب عدوا معي وهو قاعد يطقني 1-2-3. وعلى هذه الحالة انا الصدق تنرفزت منه، قلت المدرس هذا لازم ابلاه، لازم اسوي له شيء اخليه يرتبك في حياته. فرحت وكلمت سامر وقلت له، قلت له سامر وش رايك يا سامر نسوي مقلب للاستاذ ونخليه يتادب ويترك الحركات اللي قاعد يسويها؟ قال لي وش تبغى تسوي؟ قلت له ابغى اروعه وعندي طريقه مناسبه راح اسويها له. قال لي سامر وشي؟ قلت انا راح اعلمك ولكن ناقصني شيء واحد. قال لي هو؟ قلت له ابغى اسم الاستاذ بالكامل. قال لي سهل، تبغى اسم الاستاذ؟ موضوع هذا مره سهل. قلت كيف؟ قال لي راح ادخل غرفه المدرسين راح تحصل فيه جدول كبير مسجل اسم الاستاذ الرباعي والحصص اللي يدرس فيها كل يوم، هنا راح تعرف اسمه. قلت له سامر الله يعطيك العافيه. شو سامر؟ قال لي هي وش بتسوي سالم؟ قلت راح اعلمك وش راح يصير بالضبط. المهم بعد ما قال لي سامر موضوع هذا صدق، في اليوم الثاني يا جماعة الخير جيت بدري للمدرسة وادخل الدور الاول الدور الثاني غرفة المدرسين، ارقاق وافتح الباب الا كان في عامل يا جماعة الخير قاعد يجهز لهم العدس والفول والخبز، وناظر يمين فوق الا حصلت الجدول، واصير ابحث عنه لين طلعت اسمه وخذت اسمه وسجلته في ورقة ورجعت وكملت حصصي الدراسية. المهم طلعت من المدرسة، يقول سالم الان في راسي فكرة ابغى اسويها، باخذ اسم المدرس عشان اقدر اطلع رقمه. طيب وشلون يا سالم راح اطلع رقمه؟ يقول عن طريق البرنامج اللي يطلع الارقام، اكتب اسمه بالكامل ويعطيني الرقم حقه. يقول واروح اسجل اسمه وصدق واحصل الرقم حقه. يقول سالم المهم في ذيك الايام كنت انا متعلم شغله جديده اللي هي عندي تول او اداه استخدمها اقدر احط الاسم او احط رقم الجوال ويعلمني الرقم هذا وين مكتوب في الانترنت، يعني يسوي لي بحث سريع عنه وممكن يقدر يطلع لي الايميل حقه، ممكن يقدر يطلع لي برضو الباسوردات حقته. فحطيت رقم الجوال يا جماعه الخير وصار يطلع لي اماكن كثيره، ومن احد الاماكن هذه في الانترنت انه عنده مكتب مخصص للعقار. قد زين وسجل المعلومه هذه. طبعا جماعه الخير اسم المدرس هذا عبد الله، وسجلت في ورقه على جنب ان المدرس عبد الله عنده مكتب مخصص العقار، واروح اسوي بحث وبرضه سيرش عنه بشكل اكبر واحصل يا جماعه الخير ان عنده حساب في الانستغرام، وبرضه يا جماعه الخير وسجلته وجلست ما يقارب 5 ساعات 6 ساعات وانا قاعد اسجل التفاصيل المخصصه للاستاذ هذا. قلت اول شيء راح ابلاه، قلت لازم الوقت اللي ما ابغى الاستاذ يحضر فيه اسوي معاه اتفاقيه اني انا ابغى اشتري احد الاراضي اللي عنده واقول له معليش قابلني الصبح
الصبح لاني انا شخص مشغول. المهم جماعة الخير في يوم من الايام انا كنت ما ابغى الاستاذ هذا يحضر لانه كان مجهز لنا اختبار وطفشنا من كثرة الاختبارات. فقلت راح اتفق معاه اني بشتري احد الاراضي اللي عنده ولازم يكون متواجد الساعة 6 او 7 الصبح في وقت الحصة حقته. يقول سالم صدق واروح لاحد كبائن الاتصال وادخل عندهم واتصل على رقمه. طيط 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 الا طوط طوط الا رد علي واحد. مرحبا. قلت له السلام عليكم وحاولت اكبر صوتي وانا قاعد اكلمه. كيف حالك طيب؟ اللي هو يرد علي حياك الله. قلت له انت عندك مكتب عقارات؟ قال لي ايه عندي مكتب. وش بغيت؟ قلت له ابغى ارض تكون بالشكل الفلاني هذا وفي نفس المنطقه الفلانيه هذه. قال لي موجود. وصير يعلمني ارض ما ادري وينها ولكن قاعد يسوق لي يبغى يبيعها علي. قلت له خلاص زين اسمعني يا عبد الله ابغاك تكون متواجد بكره الساعه 7 الصبح ابغاك تكون متواجد في ذاك المكان. الا قال لي لا 7 الصبح ما اقدر. قلت له والله اني انسان مشغول وما اقدر يعني اقعد معاك فتره طويله. اذا بتبيع زين على زين اذا ما انت بايع بكيفك والفايده لك ولي. الا شوي الاستاذ عبد الله قال خلاص زين زين على وعدنا ابد ولكن ترى سعرها بالمبلغ الفلاني هذا ها ما راح انزل لك ولا ريال. قلت له خلاص زين انتظرك. المهم اليوم الثاني رحت المدرسه وانا مبسوط. المهم دخلنا خلصنا الطابور الصباحي وادخل عليها وطق سامر. قلت له اتحدى الاستاذ ما يجي اليوم. قال لي وش دراك يتخذها مني ما راح يجي مدرسكم ذا الهطف. صرفته يناظر فيني سامر وقاعد يضحك. قال من جدك انت؟ قلت له انت بتشوف الان بتشوف ايش راح يصير. وصدق يا جماعه الخير وصدق يا جماعه الخير بعد 10 دقائق جاء مدرس اللي هو مدرس الانتظار اللي يقعد يتفرج علينا ويسولف علينا ويسالنا اسئله غبيه وقالنا ان الاستاذ ما راح يحضر. والمهم يا جماعه الخير مرت الايام وطبعا لا اخفيكم في مشاكل دائما تصير داخل المدرسه ولكن انا ما ذكرتها لكم بشكل كامل. في مضاربات بشكل اسبوعي في ناس قاعده تتعرض للضرب والطعن وفي اشياء كثيره قاعده تصير. يقول سالم في يوم من الايام جيت للمدرسه بدري ودخلت المدرسه وروقت وخذت فطوري وبدت الحصه الاولى والحصه الثانيه وكان اليوم هادي حرفيا بشكل كبير. وصدق من يقول دائما الهدوء ما قبل العاصفه. جت الطلعة يا جماعة الخير تونا مخلصين خلاص خلصنا كل شيء نبغى نمشي. يقول سالم توني نازل مع الدرج طق 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 بلف يمين. إذا لفيت يمين تصميم المدرسة تصميم واحد ما يتغير على طول في وجهك باب المدرسة. يقول فجأة اللي فيه سيارات واقفة عند باب المدرسة وكان معهم الطالب اللي اسمه عساف وهذا الموضوع قدامي قاعد أشوفه. يقول لعساف يا جماعة الخير جاي ومعاه سلاح ويدخل المدرسة ومعاه حوالي 4-5. بالبداية أنا كنت أحسبهم بيجون يذبحوني وخفت خوف غير طبيعي. صرت أقول له قل لا إله إلا الله والله ما لي دخل يا ابن الحلال والله ما لي دخل. يناظر فيني كذا قال يا رجال انقلع ويمر من عندي هو والمجموعه حقته. ولكن يا جماعه الخير جاني الفضول ابغى اعرف وين رايحين. قعدوا يبحثون يبحثون كذا باسلوب غريب ما حصلوا احد الا اسمعهم يقولون نحاش الكلب الحقوه. وصدق يا جماعه الخير يطلعون من المدرسه ويركبون سياراتهم وعساف راكب معهم ومعاه ذا السلاح. المهم وانا صرت اركض وراهم ابغى اعرف وش الموضوع. صار يا جماعه الخير قاعدين يلحقون واحد وصدق قاعدين يلحقونه بالسلاح شيء غير طبيعي. المهم وقفوا عنده وانا قاعد اناظرهم من بعيد. يقول سالم كنت اناظرهم بين شبابيك السياره كذا قاعد جنب السياره واشوفهم من ورا القزاز وقاعد اناظرهم واناظر ان عساف يا جماعه الخير قاعد ياشر عليه بالسلاح. مو انا قايل لك راح اذبحك. وذاك الولد قاعد يصيح يصيح يا جماعه الخير صياح مو طبيعي صياح بشكل غير طبيعي مره ومالومه حرفيا. والطلاب اللي معاه قاعدين يضربونه برجولهم. وبرضه شفت مواقف ما ودي اذكرها لكم مواقف والله انها توجع القلب مواقف ما ودك تشوف اخوك المسلم في هذه الحاله. المهم صرت اراقب فجاه للولد يصيح واتوقع انه دخل في صدمه نفسيه وصار عساف اللي قاعد يسويه هذا كله تهديد وتخويف للولد هذا. الا اشوفهم ركبوا سياراتهم وراحوا وهم يضحكون. في اليوم الثاني يا جماعه الخير الا الشرطه في نص المدرسه جو القطو عساف والقطو الثمانيه اللي معاه ودخلوا على كل فصل وكانوا يسالون السؤال هذا هل في شخص هنا شاف المشكله اللي صارت برا عند المدرسه. الطلاب وش المشكله وش صاير وانا كنت شايفها ولكن سكت ما ابغى ارفع يدي عشان الطلاب ما يعلمون عساف. اول ما طلع العسكري من الفصل رفعت يدي للاستاذ قلت له استاذ عايد اروح دوره المياه. قال تفضل واطلع والحق العسكري هذا وامشي جنبه كاني رايح دوره المياه. قلت له اسمع انا شفت وش اللي صار امس ولكن ما ابغى اتكلم عشان ما يعلمون عساف بعدين يجي بكره يسبب لي مشاكل. قال العسكري خير ما سويت راح غرفه المرشد الطلابي شوي وبجي. وصدق وروح غرفة المرشد الطلابي يجي العسكري ويقفل الباب. قالوا الشف قلت اني شفت عساف يهدد الولد هذا والسلاح كان يمر عليهم كلهم وكلهم قاعدين يهددون الولد الصغير ذا. والمهم كانوا يهددونه ويخوفونه. بعدها الولد صار يصيح ورجع لبيتهم. قال لي انت بس شفت الشيء ذا كله؟ قلت له اي والله اني شفت هذا كله. قال لي في احد ثاني معاك شافه؟ قلت ولا احد شافه نهائيا لانهم بعد ما طلعوا المدرسه طمروا الشارع العام وصاد الولد جوا الحاره وما كان في احد في ذاك المكان. قال لي زين زين وابد الله يعطيك العافيه. طلعت يا جماعه الخير
ورجعت لفصلي، وجلست في الفصل يا جماعة الخير وخلصت كل حصصي الدراسية. بعد ما رجعت البيت يا جماعة الخير إلا أبوي في وجهي، قال لي سالم وش صاير عندكم في المدرسة؟ قلت لي والله يبا صايرة مشكلة كبيرة. قلت لأن في طلاب مهددين أحد الطلاب الموجود في المدرسة. إلا قال لي أبوي إنهم طلبوني إني أجي أحقق في هذا الموضوع. قال لي وأتوقع كل الطلاب اللي هددوا الطالب هذا كلهم راح يروحون لسجن الأحداث إذا ما تنازل أبو الولد. قلت له يبا 8 و9 طلاب كلهم راح ينسجنون؟ قال لي كلهم راح ينسجنون وما راح تشوف واحد منهم عندكم داخل المدرسة. المهم يا جماعة الخير مرت الأيام. في أحد الأيام كنا خلاص طالعين من المدرسة أنا وسامر عند الباب حق الطلعة، وإحنا طالعين إلا في 3 أشخاص كبار في العمر أعمارهم على ممكن 40 43 خذوا سامر يا جماعة الخير وركبوه السيارة وخذوه بالقوة، وسامر يقول فكوني فكوني. المهم عرفت إن سامر في ذاك اليوم انخطف. مباشرة دخلت على مدير المدرسة وقلت له السالفة، قلت له في ناس ترى خذوا سامر من عند باب المدرسة. المهم قلت له وعلمته أشكالهم وش السيارة اللي معهم. على طول مدير المدرسة اتصل على الشرطة، وجت الشرطة عند باب المدرسة وصاروا يبحثون عن السيارة المطلوبة هذه. المهم خذوا مني بعض الأقوال اللي أنا قلتها لهم وكيف أشكالهم، قالوا لي تعرف اللوح حقة السيارة؟ قلت لا لأني صدق ما شفتها زين. ورجعت لبيتنا وقلت السالفة لأبوي، قلت إن خويي سامر انخطف اليوم من عند باب المدرسة. قال لي أبوي خلاص راح أشوف الموضوع في الدوام وعلم وعلمك وش راح يصير عليه. المهم مرة اليوم الأول مرة اليوم الثاني، إلا يا جماعة الخير اليوم الثاني دخل علي وكيل المدرسة وكان ذاك اليوم من أسوأ الأيام في حياتي. مدير المدرسة قال لنا أتمنى أنكم تسامحون وتحللون خويكم سامر، خويكم سامر مات والله يغفر له ويرحمه. ذاك اليوم كان من أسوأ أيام حياتي، يوم سيء لأبعد درجة. قلت يا أخي ليه اختفوه وقتلوه وش السبب؟ ولكن كل أجوبتي هذه راح يرد عليها أبوي بإذن الله. وانا جالس في الفصل يا جماعة الخير وقاعد افكر اقول يا ساتر ما اسرع الدنيا، خويي بالامس كان معاي واليوم ما هو عندي. بيني وبينكم ذاك اليوم كان يوم مختلف بالنسبة لي، يوم ما هو نفس اليوم، كان اليوم ثقيل علي. لين يا جماعة الخير طلعت من المدرسة ورحت لبيتنا، قابلت ابوي وسألته قلت له يبا سامر خويي مات، تعرف وش السبب وهل الموضوع هذا عندك او لا؟ قال لي ابوي والله يا سالم قضية خويك سامر ما هي بيدي، ولكن راح اسأل الشباب وان شاء الله يعلمون باذن الله بكرة بنفس هذا الوقت راح أعطيك العلم. والمهم وجاء اليوم الثاني وطلعت من المدرسة وقابلت أبوي، وكان يا جماعة الخير فيني فضول أبغى أعرف سامر كيف مات. وادخل البيت إلا شوية أبوي يناديني قال لي سالم تعال بقول لك قصة خويك كيف مات وش السبب وليه قاعد يصير معاه كذا. قال لي أبوي اسمع يا سالم خويك مات بسبب أبوه. قلت لي وش فيه أبوه؟ قال أبوه من أحد بياعين المخدرات المعروفين في المنطقة، ويقولون إنه باع ناس مواد مغشوشة والمواد هذه قتلت 2 من الناس اللي يستخدمون، عشان ينتقمون الناس هذولي منه راحوا وقتلوا ولده. قلت له يبا يقتلون ولده وهو ما له دخل؟ قال يا سالم الناس اللي تتعاطى مو مثل الناس الصاحية، الناس هذولي تطلع عندهم تصرفات هستيرية، تصرفات مختلفة بالكامل. والله يغفر لخويك سامر ويرحمه. المهم هناك يا جماعة الخير وقفت وجت ساعة الصفر، الساعة اللي بعض الأحيان الإنسان ما عاد يحس وقت نهائيا. الايام تمر من عندك وانت ما تحسب لها حساب، والوان الايام صارت لون واحد، ما صرت اشوف الا ابيض او اسود. وتخرجت من المرحله الثانويه. المهم بعد التخرج من الثانويه الواحد يصير يقدم على الجامعات، يبغى يدرس ويكمل دراسته، ولكن انا كنت اقول يا رجال خلني اوقف سنه واريح، ما لي خلق والله اقدم على اي جامعه ولا لي خلق ادرس نهائيا. وبرضه زياده على كذا التخصص اللي راح ادرسه انا راح يكون تخصص صعب اللي هو تخصص الامن السبراني، ولكن والله ان عقلي ما في طاقة بعد موت سامر خوي. وصدق يا الربع جلست في بيتنا وما قدمت على ولا جامعة، وكانت ذيك الفترة اللي هي فترة الإجازة الطويلة. يقول في يوم من الأيام رحنا المستشفى، أبوي كان يمر بوعكة صحية، ورحنا المستشفى وكإجراء عادي راح يسوون له تحاليل. مع التحاليل يا جماعة الخير تبين إن أبوي عنده مرض خطير، الله يقومه بالسلامة ويرجعه أفضل من قبل. المرض هذا خلى أبوي يجلس في المستشفى ما يقارب 6 شهور بين عناية المرضى، ورفضوا إنهم يطلعون أبوي ويرجع لبيته. والله يشفي كل مرضى المسلمين. فأنا يا سالم بما اني الولد الكبير راح الان اصير مسؤول داخل البيت وعندي مهام اسويها، وصدق قلت خيرة اني انا ما درست في الجامعة لاني راح التهي حرفيا في الدراسة. ولكن يوم من الايام صار موقف غريب، سيارة ابوي كانت واقفة عند الباب واحنا ما نحركها نهائيا، وانا طالع الا احصل ورقة على المساحة حقة السيارة. قلت وش ذا الورقة؟ واسحب الورقة جماعة الخير واقراها الا في واحد كاتب والله يا ابو سالم ما خليك وراح اوريك جهنم في هذه الدنيا.
انا اول ما قريت الرساله هذه حرفيا صعقت. يا اخي من الشخص اللي ارسل الرساله هذه وابوي اصلا وش مسوي؟ ولكن الان ابوي مريض ما اقدر اجي اوريه هذه الرساله، لان اي كلام سلبي راح يصير راح ياثر على نفسيته وراح يتعب اكثر من قبل. يقول سالم سكت وكبحت هذا الموضوع في قلبي، قلت ما راح اقول لاحد ان هذه الرساله انا قريتها وبشوف من هو هذا الشخص اللي ارسل الرساله هذه. مرت الأيام وأنا ساكت وما علمت أحد بالموضوع اللي صار، وكل يوم ويوم أروح لأبوي أزوره داخل مستشفى وأسلم عليه وأعرف وش صار على صحته، وكنت مستمر على هذه الحالة. في يوم من الأيام وأنا في البيت جاني اتصال من أبوي، سلام عليكم، هلا سالم، كيف حالك؟ سالم، الدفاع المدني متصلين علي ويقولون إن في شخص جاء وحرق بعض المحلات المخصصة لنا. قلت له أي محل جايبه؟ قال لي المحل اللي موجود في السوق الفلاني هذاك. المهم أول شيء قلت خلني أمر للمحل وأشوف اللي احترق، وبعدها أروح لجنة الإطفاء هذه او الدفاع المدني واعرف وش صار مع محلنا. صدق يا الربع، واروح ومر المحل وناظر المحل له صدق محترق، وكان اللي محترق بس الواجهه اللي قدام. قلت ممكن التماس كهرب صار في المحل وضربت الواجهه حقت المحل كلها واحترقت. بعد اتجهت للدفاع المدني ودخلت عندهم الا اقابل عسكري هناك موجود. قال لي اهلا، من معي؟ قلت له انا سالم ولد ابو سالم، الوالد منوم في المستشفى ولا يقدر يجيكم. قال لي ترى انا ما اقدر اقدم لك خدمه لان ابوك هو الوكيل اللي على المحل، فلازم يجي الشخص الوكيل على المحل هو اللي يجي راجع. قال له سالم زين زين، ورجع سالم ويقول وانا راجع اتصلت على ابوي وقلت له الموضوع. بعدين ابوي سالني قال وش السالفه وش صاير وش في المحل؟ قلت والله ما ادري ايبه، ولكن خلني اروح للعمال اللي يشتغلون في المحل واسالهم. واروح للعمال واسالهم الا في احد العمال قال لي ان اخوياه اللي في المحلات الثانيه يقولون في شخص جاء على صلاه الفجر وكب بنزين ولع في المحل، واذا تبي كل شيء ترى تسجيلات الكاميرا موجوده. قلت زين وروني تسجيلات الكاميرا، وشوف تسجيلات الكاميرا صدق يا جماعه الخير جاء شخص وقف وكب بنزين عند باب المحل ولع فيه ونحاش، ولكن تسجيلات الكاميرا ما هي مسجلتها بشكل باين. وبرضه ما بغيت اقول لابوي، يعني قلت هذه الاشياء راح تضيق صدر ابوي فما راح اقول له اي شيء. قلت اذا طلع ابوي باذن الله من المستشفى بسلام راح هو يشوف موضوع المحل هذا. يقول سالم مرت الايام والوضع هادي لحد الان، ولكن في راسي قاعد يدور من الشخص اللي جاء وحرق المحل، وبرضه من الشخص اللي كان يهدد ابوي قبل، وابوي شخص يعني شغال في الامور الجنائيه، فاكيد ان هذا الشخص ابوي ياقد قبض عليه واحاله للسجن وطلع من السجن ويبغى ينتقم. ورجعت ذاك اليوم يا جماعة الخير للبيت وريحت وحطيت راسي ونمت. على آخر الليل الساعة 2 إلا في شخص قاعد يضرب الباب بقوة، دوف 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 دوف. خفت أنا، قلت من ذا؟ يقول الباب من قوة الطق أتوقع إنه ممكن ينخلع من محله. يقول وأقوم على طول إلا حصل هلي مجتمعين في نص الصالة، من ذا اللي قاعد يطق الباب؟ شو السالفة؟ وأطلع يا جماعة الخير وأفتح الباب ما حصلت ولا أحد عند الباب، وناظر يمين وناظر يسار إلا على اليسار يا جماعة الخير صاحب سيارة ومعاه واحد راكب ورا، واللي ورا هذا مطلع سلاح يبغى يطلق علي، واسمع اللي جنبي يقول لا لا مو بهو مو بهو. شوي تسمع تفحيط السيارة وينحشون. انا خفت قلت لا هذول ناويين ابوي نية، بما انهم عرفوا البيت ممكن يعادون ابوي في اي لحظة، والحمد لله ان ابوي منوم في المستشفى، وصدق ان كل شيء يصيبنا من سوء تعرف انه خيرة. قلت في راسي والله لو ابوي مو في المستشفى وتعبان الان وقاعد يمر بالمرض الخطير هذا الله يشفيه، والله العظيم ان ابوي ميت. سكت انا وما قلت شيء، ولحد الان كاتم في نفسي وقاعد يا جماعة الخير اعيش في مرحلة رعب غير طبيعية، والمشكلة اني ما اقدر اتصرف ولا اقول لابوي. قلت بما انه جاء شخص لازم هنا اتخذ موقف بدون ما يعرف ابوي اي شيء. فرحت في ذاك اليوم يا جماعه الخير الى قسم الشرطه وادخل عليهم سلام عليكم وعليكم السلام. قلت انا عندي موضوع وابغى ابلغ. قالوا لي خلاص روح المكتب هذاك، وروح المكتب واحصل احد الضباط اللي موجودين هناك. سلام عليكم عليكم السلام، انا عندي بلاغ حاب ابلغ. وش الموضوع؟ وصير اقول القصه كامله للضابط، وانا قاعد اقول القصه الا في شخص جنب الضابط قاعد يكتب الكلام اللي قاعد اقوله، انه صار كذا 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 وصار الموضوع هنا وجاء في الوقت الفلاني هذا وصرت احدد له الوقت والساعه 9 جاء واخر الليل جاء، صرت اعدد له الاحداث اللي صارت بالتفصيل. بعدين قال لي الضابط عطني اسمك. يوم عطيته اسمي يا جماعه الخير وهو قاعد يكتب ناظر فيني قال لي سالم انت ولد ابو سالم؟ قلت له ايه. قال مرحبا ومسهلا، بشرني كيف حال ابوك؟ ان شاء الله اموره زينه وان شاء الله صحته تمام. قلت له والله حضره الضابط ان شاء الله ابوي اموره زينه. شوي الضابط نفسه قال انت بتقول لابوك؟ راح ينحل الموضوع ولا تشيل هم، اهم شيء صدر ابوك لا يضيق وان شاء الله ابوك قدامه العافيه. الا بسالك يا سالم، بسالك عن واحد قال لي ابوك انه خويك وانا اللي كنت ماسك موضوعه اللي هو سامر. قلت له ايه نعم الله يرحمه ويغفر له، ايه نعم كان خويي واعز اخوياي. قال لي ايه والله ان ابوك قال لي انه هو خويك ومن اعز اخوياك وانه هو يدرس معاك في نفس الفصل.
إلا يا أخي ما تتذكر وجيه الناس هذوليك وما تعرفهم زين؟ قلت له ليه؟ لحد الآن ما قبضوا عليهم؟ قال لا والله لحد الآن ما لقيناه، وأنا كنت أبغى أتواصل مع أبوك قبل وسبحان الله من جابك، أبغى أعرف هل تعرف وجيههم أو لا؟ قلت له والله يا حضرة الضابط أنا ما أعرف وجيههم مرة، ولكن ترى كنت أعرف أحجامهم أشكالهم، يعني وجيههم ممكن من على جنب، ولكن لو تجيبونهم لي ممكن أطلعهم لك، ممكن خياري هذا يصيب أو يخيب. قال إيه بس إن نبغى منك الشيء هذا. قلت له أبشر. يوم قال لي الكلام هذا يا جماعة الخير قلت لحد الآن سامر خويي ما حصلوا الناس اللي قتلوه. الله يغفر لك ويرحمك يا سامر. شوي الضابط اللي قدامي قال لي سالم أنت تعرف القصة اللي صارت؟ قلت له يقولوا إن أبوه يعني كان بايع ناس مواد ممنوعة والمواد الممنوعة هذه كانت مغشوشة. قال لي نعم وش بعد؟ قلت هذا اللي عارفه بس. قال لا أجي شكل أبوك ما قال لك القصة كاملة. قلت له وصار؟ قال لي طيب ما تدري وين حصلوا سامر فيه وكيف مقتول؟ قلت لا والله ما أعرف ولكن الله يغفر له ويرحمه. ولكن كيف كان مقتول؟ وش الأسلوب اللي مات فيه خويي سامر؟ قال اللي ما يخافون الله ذبحوه ذبحة ما هي نفس أي ذبحة، ذبحوه ذبحة عشان يخلونه عبرة لأبوه. طبعا يا جماعة الخير أسلوب الذبح ما راح أقوله لكم لأنه شيء مشين مرة، ولكن ذبحوه بطريقة يعني زي ما تقول وصخة، طريقة ما تنقال. فسألت الضابط مباشرة، قلت له معليش يا حضرة الضابط أنتوا كيف عرفتوا سالفة أن أبوه بايعهم حبوب مغشوشة ومن قال لكم الكلام ذا؟ وأنتوا يعني ما قبضتوا عليهم فكيف عرفتوا؟ قال لي اسمع يا سالم أبوهم هذا من قبل كنا نقبض عليه، عنده تهم أنه كان يبيع حبوب، ولكن برضه زيادة على أنه قاعد يبيع حبوب كان يبيع حبوب مغشوشة. لما جمعنا خيوط القضية استنتجنا أن أبوه سوى هذا الطريقة وجو ردوا الانتقام فيه، هذا الشيء اللي جايز. المهم يا سالم أنا ما أطول عليك، رح الآن بيتكم وبإذن الله بكرة راح تكون في دورية واقفة عند مكان بيتكم، راح تراقب المكان لو لاحظت أي شيء بإذن الله أنها راح تحميكم والحامي الله سبحانه وتعالى. يقول سالم صدق ورجعت لبيتنا وجلس، وصارت تمر الأيام كأي يوم عادي، وكنت كل يوم أدعي أن أبوي يخف ويطيب من هذا المرض اللي فيه. وصدق مرت الأيام وطلع أبوي من المستشفى وهو بصحة وسلامة، وقالوا إن كل شيء عنده زان وأموره الآن تمام، ولكن لازم يكون تحت ملاحظة، تكون في مراجعات بسيطة. المهم يعرفون بعد كل واحد يطلع من المستشفى يسوون له عزيمة كبيرة، وهذا الشيء سويناه لأبوي، سوينا عزيمة كبيرة مرة 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 وعزمنا الكل وحددناها في ذاك اليوم في يوم الثلاثاء، واجتمعوا الناس وجو يسلمون على أبوي ويتحمدون له بالسلامة. مر ذاك اليوم وجبنا كل الضيوف اللي جو لأبوي وخلصنا ونمنا. بعد يا جماعة الخير مرت الأيام حدود 3 أيام أو 4 أيام، على الساعة يا جماعة الخير الساعة 5:54 الفجر. طبعا أنا يا سالم شخص عاطل ما عندي اي شيء اسويه، فكنت افتح الكمبيوتر حقي واتعلم بعض الشغلات واتصفح في الانترنت. وخلوني اوصف لكم الغرفه حقتي شوي. غرفه عباره يا جماعه الخير عن 4 متر في 4 متر. يقول سالم انا دائما اجلس جنب الشباك حقي والشباك يطل على الشارع، وطبعا القزازه هذه اللي برا البيت ما يشوف اللي جوا البيت، ولكن اللي جوا البيت يشوف اللي برا. يقول ذاك اليوم وانا قاعد على اللابتوب حقي وقاعد اقلب لاحظت ان في سياره قاعده تمر مره ومرتين وثلاث مرات، ولكن ما جاء في بالي اي شيء. وبرضه زياده يا جماعه الخير الشرطة اللي كانوا حاطينها انها تحمي بيتنا بعد ما طلع ابوي بصحة وعافية ما عاد تواجدت في ذاك المكان. المهم حسيت ان الموضوع عادي وقلت في شخص قاعد يدور. المهم يا جماعة الخير غرفتي برضو هذه جنب الباب حق البيت، يعني لو احد ضرب الباب او ضرب الجرس انا اول واحد يفتح. ولكن سبحان الله في ذاك اليوم قمت ابغى اروح للمطبخ اجيب لي شيء اكله وانا قاعد على الجهاز، في نفس الوقت اللي قمت فيه الا ابوي طالع من غرفته بيتجهز بيلبس لبسه وبيطلع للدوام. قابلت ابوي كذا بوجه بوجه وسلمت عليه قلت ها يبا كيف صحتك اليوم تمام؟ قال لي الحمد لله. قال بس الان بدخل دورة المياه بس افرش اسناني واطلع. قلت له الله يحفظ. المهم رحت المطبخ وسكرت باب المطبخ، قلت يعني ما ابغى ازعج اللي جوا البيت، وخذت الاكل اللي ابغاه وجيت بسخنه اللي هو جوا جهاز التسخين. وانا قاعد اسخنه يا جماعه الخير وصوت المايكرويف يعني شوي صوته عالي، اسمع واحد قاعد يطق الباب دوف 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 دوف. تذكرت طقات الباب القديمة اللي جت في ذيك الأيام، قلت بس جايين يبغون ينتقمون من أبوي واطلع مباشرة قاعد أركض. خلوني أعلمكم المكان بالضبط. يقول عبارة عن بيت وفي سيارتين واقفة قدام البيت. يقول أبوي طلع ورا السيارتين هذه يبغى يشوف ملي طق الباب. يقول أول ما طلع على الشارع إلا تمر سيارة مسرعة جنب أبوي، يقول لا أسمع طراخ اللي هي جماعة الخير طلقة المسدس وينحشون، وحصل أبوي طايح على الأرض. موقف كان موقف صعب مرة.
طبعا في ذاك الوقت يا جماعة الخير في ناس تطلع تروح تداوم، الا ولد جارنا كان في سيارته وشاف الموقف هذا قدام عينه، فتح الشباك قال لي سالم اتصل على الاسعاف واتصل على الشرطة، انا بروح الحقهم واتصل علي بعد شوي. قلت له زين، وصدق يا الربع بروح لابوي الا في طلقة جاية في كتفه، وابوي يقول ما عليك الامور زينة لا تشيل هم. قلت له يبا امورك زينة متأكد؟ قال لي يا سالم هذه مو اول رصاصة تجيني، لا تشيل هم، الموضوع سهل باذن الله، ولكن شوفوا من الناس اللي طلقوا علي واتصل برضو على الشرطة والاسعاف خلهم يجون الان. صدق يا جماعة خير يقول سالم واطلع الجوال واتصل عليهم، وانا قاعد اتصل عليهم وقاعد اناظر في ابوي واشوف ابوي قاعد يتألم، قلت لهم انه صارت حالة اطلاق نار ولازم تجون. قالوا خلاص باذن الله 10 دقائق احنا عندك. شوي قال لي ابوي ارفعني شوي سندني على كفر السيارة، وشيل ابوي يا جماعة الخير شوي شوي لين حطيته على كفر السيارة وتسند بظهره، وشوي اشوف ابوي ضاغط على يده هنا بقوة. قال لي سالم جيب لي اي فنيلة من جوا او اي فوطة. قلت له ابشر وادخل جوا يا جماعة الخير واجيب اللي هي الفنيلة. خذاها ابوي وشقها وربطها على نفسه بقوة لين يجي الاسعاف. بعدها قال لي سالم اتصل على جارنا شوف الناس اللي الحقهم وين راحوا. قلت له زين، واتصل على جارنا اللي يقول لي جارنا، اللي جارنا يقول انا قاعد الحقهم الان وهم قاعدين يحاولون يضيعون فيني، ولكن باذن الله ما راح اخليهم. شوي قال لي ابوي اسمع سالم، ويسحب سلاح يا جماعة الخير ويعطيني اياه. قال سالم امسك خل هذا معاك، تعرف كيف تستخدمه؟ قلت له لا والله يبا مو مرة. قال لي طيب يا سالم في زر حق الامان، المهم فك زر الامان وعشق وتقدر تستخدمه، المهم موضوع سهل ولكن خله معاك، ترى الذخيرة فيها 10 رصاصات وبغاك الان تقوم وتروح تلحق جارنا لا يكون مترصدين ممكن يذبحونه او يضرونه. قلت له ابشر يا يبا، يطلع مفتاح السيارة ويعطيني اياه. حسيت ذاك اليوم موقف غريب، قلت ابوي قاعد الان يوصيني على اصعب مهمة ممكن تمر علي في حياتي، والشيء الثاني شلون ابوي قاعد يقول ان الرصاصة هذه موضوعها عادي ولا تشيل هم، ما عليك الا بس تلحق جارنا وان شاء الله انه يكون بامان. المهم صدق يا جماعة الخير واشغل السيارة واتصل على جارنا واقول له وين مكانك الان. قال لي يا الربع اني انا لحقتهم وقطعوا الاشارة وسووا حادث وصدموا سيارتين في التقاطع حق الاشارة، وبعدها انزلوا من السيارة يا سالم وانحاشوا جوا الحواري وخفت اني الحقهم يضروني، واروح يا جماعة الخير للمكان وصدق واحصل السيارة المصدومة وما في احد داخل السيارة. اتصلت على الشرطة وعطيتهم الاحداثيات ان في سيارة مصدومة كانت هاربة لانها طلقت على ابوي، وحددت لهم المكان وصدق جو الشرطة لهذا المكان. وفي لحظتها انا اتصلت على ابوي اطمن عليه، قلت له يبو وينك الان؟ قال انا في المستشفى مع اخوك الصغير لا تشيل هم وموضوعي سهل باذن الله ساعة وراح اطلع. قلت له يعني ما جاك شيء؟ قال لا يقولون ان الطلقة في الكتف وما جت في مكان يعني صعب، ولكن ان شاء الله تطلع باذن الله الامور زينة. قلت له زين يا يبا. المهم هذول يصدموا واتصلت على الشرطة والشرطة راح تجي. قال وين مكانك؟ قلت له عند الإشارة الفلانية هذه. قال ثواني راح اتصل على حقين المسح الجنائي يجونك الآن، وإذا جو عسكر عند السيارة قل لهم لا تلمسونها. قلت له أبشر. وصدق يا جماعة الخير لحظات إلا جو حقين الأدلة الجنائية، ادخلوا السيارة وصاروا يمسحون البصمات ويسجلون لوحة السيارة ويسجلون معلومات السيارة بالكامل. وأنا طلعت من ذاك المكان وتوجهت على طول لأبوي. هاي يبا كيف الأمور؟ كل شيء تمام؟ قال أبشر كل شيء زين، ولكن سالم تعرف وجيههم زين؟ قلت يبا أسمع أنا أعرف جيه الناس اللي جو قبل وحافظهم، ولكن يعني مو حفظ كامل. قال لي تمام، الحين راح اتصل على الرسام الجنائي وراح تعطيه المواصفات وهو يحاول يرسمهم. قلت له تمام. قلت له ولكن يبا وش رايك النادي برضو جارنا اكيد انه شافهم. قال ايه لا تخاف اتصلت عليه وعلمته وبيجي بعد شوي. المهم خذانا ابوي ودانا القسم عند الرسام الجنائي وصار يا جماعة الخير نعطيه المواصفات وهو قاعد يرسم. المهم قرب اشكالهم بشكل كبير، وفي هذه اللحظة احنا نحتري المسح الجنائي يمسحون السيارة هذيك اللي كانت عند الاشارة. المهم يا جماعة الخير قربنا له اشكالهم وحطيناه بعض المواصفات اللي نعرفها، خذوا المعلومات هذه وخلوها عندهم. لحظات اللي يدخل ضابط يعرف ابوي، مرحبا ابو سالم كيف حالك؟ طيب ابو سالم بعد ما سوينا المسح الجنائي لاحظنا ان السياره هذه كانت مسروقه والسياره تحمل ما يقارب 9 بصمات مختلفه، ولاحظنا من البصمات هذه ابو سالم ان في 3 بصمات لاحد الاطفال، عشان كذا استبعدناهم وبقى عندنا اللي هم 6 بصمات، راح نحاول نطلع معلوماتهم بالكامل ونحاول نحضرهم ونستجوبهم للتحقيق. المهم يا جماعه الخير لحظات بسيطه الا دخل ذاك الشخص اللي سلم علي يوم انا كنت اكتب البلاغ في المره الاولى وقال ابغاك تساعدني بالجريمه اللي صارت لسامر خويك. المهم انه عرفني دخل وسلم علي وبعدين سلم على ابوي، قال لي شو السالفه وش صاير وش حاصل لك يا ابو سالم؟ قال له ابوي السالفه كامله. شوي قال له ابوي كلمه والكلمه هذه كهربتني شوي، قال ابو سالم اتوقع حان وقت الرحيل.
وتوقع الخطر زاد عليك مرة. لازم يا ابو سالم تشوف لك مكان خارج المنطقة اللي انت فيها الان وتنتقلها وتسكن فيها وتستقر. الا ابوي يقول ايه والله انك صادق، باذن الله اني اول ما اخلص من هذه القضية راح انقل من هذا المكان. شوي الرجال هذا يناظر فيني قال لي ها سالم جاهز تساعدني في قضية سامر خويك؟ قلت له اي نعم جاهز. ولكن يوم قال الكلام هذا وجه ابوي تغير ويناظر فيه كذا بعيونه، قال ليكون قلت له؟ قال والله يا ابو سالم اني قلت له، وقلت له الطريقة اللي مات فيها خويه عشان يكون عنده علم ويكون متحمس انه يساعدنا وينتقم لخويه. شوي لابوي ناظر فيني قال سالم الله يعينك، راح يستخدمونك ذا الفترة واجد، حاول انك تكون مركز وتساعدهم بقدر المستطاع. قلت لابوي ابشر ولا تشيل هم، باذن الله ان نقدر نسوي هذا كله. المهم يا جماعة الخير مرت يومين من هذا الموقف، بعد يومين اتصلوا علينا الشرطة وقالوا ابو سالم وسالم وجاركم خليهم يجون لان مسكنا 4 من المتهمين هذولي، فنبغاكم تشوفون انكم انتم تتعرفون عليهم او لا. قلنا لهم يلا جايينكم الان. قام ابوي اتصل على جارنا وركبنا في سيارة واحدة ورحنا للقسم. طبعا القسم اللي رحنا فيه هذا قسم مخصص للتحقيقات، وغرفة التحقيقات المعروفة والمشهورة غرفة وقزازة من النص، وفي غرفة مخصصة للضيوف اللي يتعرفون على المجرمين، لكن المجرمين ما يشوفون الناس اللي جوا، بالعكس احنا اللي قاعدين نشوفهم. المهم جابوا الاشخاص هذولي وكانوا ناقصين 2. المهم وروني الشخص الاول وقلت لهم لا، وروني الشخص الثاني وبرضه قلت لهم لا، يوم وروني الشخص الثالث قلت لهم هذا اتوقع كان في العملية الاولى، اليوم جاء طق الباب وطلعت وكان معهم سلاح، فاتوقع ان هذا هو. ويروني الشخص الثاني اللي جارنا يتكلم قال ايه هذا معهم، قالوا زين باقي شخصين بنحاول نقبض عليهم وهذولي راح نستجوبهم ونعرف وش راح يطلع معهم. الا ابوي ناظر وقال ما اتوقع انهم بيعترفون، ولكن حاولوا فيهم. صدق يا جماعه الخير قاعدين نسمع بالسماعه التحقيقات اللي قاعده تصير، هذا يسال وهذا يجاوب على هذه الحاله. يسالهم الضابط يقول لهم من الشخصين اللي كانوا معكم؟ انتوا عددكم كانوا 4، في شخصين هربوا من عندكم، وينهم ومن اهم؟ مو راضين يتكلمون ويقولون اصلا احنا ما لنا دخل وانت قاعد تتهمنا باشياء ما هي فينا. المهم صاروا ينكرون ولا يبغون يتكلمون في اي شيء، وهذه طبيعه المجرم، لو دخل في مصيبه مستحيل يعلمك منه اللي كان معه. المهم يا الربع خلصوا التحقيقات وهذول ما ردوا في اي شيء. طلعنا ذاك اليوم من قسم التحقيقات وركبنا السيارة أنا وجارنا وأبوي وتوجهنا مباشرة إلى بيتنا، وإحنا على الطريق في سؤال قاعد يدور في بالي ودي أسأل أبوي عنه، ولكن أنتظر جارنا ينزل عشان أسأله. المهم نزل جارنا وبيت جارنا يعني قريب لم بيتنا، خلاص جاب يلبق عند بيتنا ووقف السيارة، جاب يطفي السيارة، قلت له يبقى أصبر شوي خلي السيارة شغالة وبرضو خلي المكيف شغال، أبغى أسولف معاك يعني بكلام بسيط. قال لي أبوي وش تبغى بس؟ قلت له يبا ليه خويك قال لك يا أبو سالم حان وقت الرحيل؟ ليه قال لك الكلمة هذه؟ وانت اصلا يا يبا وش تشتغل بالضبط؟ ماني عارف وش قاعد تسوي وشي هذا قاعد يسبب خطر على بيتنا. انا اللي اعرفه انك انت تشتغل مع الدوله وانك بعض الاحيان تجيب لبس الشرطي وبعض الاحيان تجينا بلبس عادي. يبا معليش وش شغلتك بالضبط؟ وتراني انا ولدك. يوم ابوي سمعني اتكلم كذا عشق يا جماعه الخير الجير ورجع ريوس، رجع على ورا بعدين عشق السياره ومشى لقدام، راح يبغى ياخذ فره ثانيه. يقول المهم قال لي ابوي اسمع يا سالم، سالم البيوت من برا ما هي نفس البيوت من جوا، البيوت من برا ترى جميلة ومنظرها جميل ويلفتك، ولكن يا سالم يا ما في السواهي دواهي، في أشياء ما تظهر قدامك ولا تدري عنها، والناس كلها بشكل كبير ما تعرف إيش قاعد يصير، وإذا شفت معاناتهم هذه صدقني يا سالم أنت بنفسك راح تقوم وتدق لهم تحية، لأنهم عانوا مع الناس معاناة ما يعلم بها أحد. يقول سالم أنا سألت أبوي يعني قاعد يرسل لي كلام مبهم وكأنه ما يبغى يعلمني وش اللي قاعد يصير وهو وش يشتغل بالضبط. قلت له طيب يبا الحد الآن أنا ما أعرف أنت وش تشتغل، لاني انا قاعد اشوف العدوات يا يبا عدوات كبيره، يعني شخص يجي لين بيتك يبغى يقتلك وش يبغى منك؟ قال اسمع يا سالم والكلام هذا بيني وبينك ما يعرف فيه الا امك واخوياي في الدوام، انا شغال مع المباحث، ممكن الشخص اللي جاي يعاديني شخص معاه ماضي من زمان علي يبغى الان يرد الانتقام. قلت له يعني يبا هل من الممكن هذا الشخص قد قبضت عليه؟ قال والله ممكن. قلت له يبا طيب ليه ما تسال اداره السجون وتقول لهم من الناس اللي طلعوا من السجن في اخر شهر وبكذا، وبعد ما تعرف الناس هذولي تاكد من اسمائهم هل انت قد قبضت عليهم او لا؟ في كذا يا يبا راح نحدد المجرم ونفتح. نظر فيني ابوي قال لي سالم فكرتك حلوه تصدق؟ ثواني، ويفتح الجوال وطي طي 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 ويتصل على واحد في اداره السجون. سلام عليكم يا ابو فلان كيف حالك؟ طيب الا بسالك يا ابو فلان اخر شهر او شهر ونص من الناس اللي طلعوا من السجن؟ قال لي ثواني خلك معي واسمع صوت الكيبورد طق 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 طق. قال والله يا ابو سالم ما في احد طلع في اخر شهر ونص. قال طيب اخر 5 شهور؟ وبرضه يضرب في النظام قال ما في احد. اذا تبغى اقول لك ناس دخلوا السجن؟ اي نعم في
ناس، ولكن ناس طلعوا اقرب واحد راح يطلع يمكن يبغى له 3 شهور او 4 شهور. الا ابوي قال له زين زين يعطيك العافيه، ولف ابوي ناظر فيني قلت له والله يا يبا الموضوع غريب، هذا الشخص متقصدك بشكل كبير. المهم انتهت سالفتي مع ابوي ورجعنا لبيتنا، دخلت غرفتي وجلست على الكمبيوتر وقاعد افكر، وطرى على راسي حدث قديم صار ايام الثانويه. قلت لي يكون الناس اللي رحت علمت عليهم العسكري اليوم كانوا يهددون الطالب اللي عند الفصل، في واحد منهم جاي يبغى يرد الدين، ولكن لو يبغى يقتل كان يقتلني انا ما يقتل ابوي. لا لا اتوقع الموضوع مو طبيعي، مستحيل انه يكونون هذوليك، بعدين هذوليك الان موجودين في الاحداث لحد الان ما طلعوا، مستحيل انه يطلع منهم الموضوع هذا. المهم مرت الايام يا جماعه الخير، وبعد كذا ممكن حوالي اسبوع ونص وانا طالع من البيت الا حصل في جيب شرطه واقف واتوقع انه قاعد يراقب بيتنا وقاعد يوفرنا الحمايه اللازمه. اتصلت على ابوي مباشره قلت له يبا ترى في جيب شرطه واقف عند الباب. قال لي يا سالم انا مكلمهم من فتره قلت لهم اني احتاج تكون في شرطه عند بيتي، ممكن هذا الرجال يجي يضر عائلتي. والله يعطيهم العافيه ما قصروا، لين حصلنا مكان ننقل فيه بعد ما نخلص هذه القضيه. عرفت الان ان الشرطي هذا موقف هنا عشان يوفر لبيتنا الحمايه، فرحت له مباشره يعني واقف قدام بيتنا. سلمت عليه من بعيد قلت السلام عليكم، اللي نزل قزازه قال عليكم السلام انت سالم؟ قلت له مرحبا. قال عرفتني ولا ما عرفتني؟ قلت له والله ما عرفتك. قال اتوقع ما انتبهت لي ذاك اليوم في القسم، ولكن كيف حالك؟ اخبار ابوك؟ اموركم زينه؟ اخر فتره صار لكم شيء؟ صار لكم موضوع؟ في شيء مشبوه لاحظتوه؟ قلت له والله ما في اي شيء. يقول سالم وقعد سولف معي ارتحت للرجال شوي، فقررت اساله عن الناس اللي قتلوا سامر حصلوهم ولا لا؟ قلت المجرمين اللي اخطفوا سامر من المدرسه حصلتوهم او لا؟ قال والله يا سالم لحد الان ما حصلناهم. قلت له زين زين. المهم سولفت بعدها سواليف بسيطه وقلت له الله يعطيك العافيه مع السلامه، واطلع وادخل بيتنا من جديد. وانا قاعد افكر وهوجس، قلت الان هل اروح اساعد الضابط بالناس هذوليك اللي قتلوا سامر او لا؟ وبرضه دائما تجيني فكره تراودني اقول لي يكون اللي ذبحوا سامر وهو ذاك الشخص اللي كان يبتزه، وصى ممكن عيال عمه وخلاهم ينتقمون منه ويقتلونه. يقول سالم صرت افكر تفكير غريب، تفكير شخص ما تقول انه تفكير شخص ما تقول ان عمره 19 او 20 سنه، قاعد افكر تفكير بعمق وصرت اشك في كل الناس اللي قدامي. وكنت اتذكر سامر يقول انه يعرف الوكيل اللي هو ابو عساف اللي ولده عساف ذاك اللي كان يتنمر علي. قلت بما انه هو سامر يعرفه ويعرف ان سامر شخص كويس الله يرحمه، لازم اتواصل مع ابو عساف هذا واخلي عساف ولده يوصلني للشخص هذاك، وابغى اتواصل معاه تواصل مباشر، ما ابغى اتواصل معاه عن طريق ايميل او جهه اتصاليه. المهم يا جماعه الخير حاولت اجيب رقم ابو عساف، بحثت في جروبات الواتساب، بحثت عن ناس يعرفونه، وبحثت في اخوياي حقين المدرسه اللي يشاركون مع النشاط. الا واحد قال لي ايه معنا في جروب الواتساب هذا رقمه ويرسل لي رقمه، وكان ذاك الوقت على الساعه 6 او 7 المغرب. والله وافتح جوالي واتصل عليه والجوال طوط، لين رد علي ابو عساف. قلت له السلام عليكم. مرحبا ابو عساف كيف حالك طيب عرفتني او لا؟ قال مرحبا يا ولدي مين معي؟ قلت له انا سالم الفلان الفلاني اللي كنت موجود معاك في المدرسه في صف ثالث ثانوي السنه اللي فاتت. قال هلا هلا سالم حياك الله. قلت له عساف ولدك عندك؟ قال عساف بغرفته تبغاه؟ قلت له اي نعم ابغاه. قال وش رايك اعطيك رقمه وتتصل عليه بس الموضوع في شيء فيكم شيء؟ قلت له والله ما فينا شيء. صدق واخذ رقم عساف من ابوه واتصل على عساف. السلام عليكم هلا والله عساف كيف حالك طيب؟ مرحبا هلا والله من معي؟ قلت له عساف انا سالم. قال لي هلا والله سالم مرحبا وش بغيت؟ قلت والله ابغى اقابلك. يوم قلت له ابغى اقابلك خاف شوي. قال ايش تبغى سالم؟ اذا على المواضيع القديمه تكفى حللني وبيحني، تكفى اني طالبك انك تسامحني، والله اني كنت صغير وكنت ما ادري وكنت جاهل شوي. قلت له لا والله يا عساف الموضوع موضوع ثاني واكبر. قال يخصني؟ قلت لا ما يخصك ولكن ابغى استشيرك في بعض الاشياء. المهم حددنا انا وعساف مكان نتقابل فيه عباره عن حديقه قريبه بيتهم وقريبه لم بيتنا، حديقه كذا مرتبه بسيطه اسولف انا وياه فيه وبعدها امشي. والله واروح هناك يا جماعه الخير واقابل عساف على الساعه 8:30. هلا والله عساف كيف حالك طيب؟ الا عساف يا جماعه الخير يقول والله اني تغيرت وماني عساف القديم، تكفى يا سالم حللني وبيحني. قلت له والله يا عساف اني مسامحك ولكن موضوعي اكبر من الكلام اللي قاعد تسولف فيه ذا. قال لي وش الموضوع؟ قلت له خويك اللي معك اللي كان يبتز سامر تتذكره؟ قال لي إيه اللي انت اخترقت جواله وحذفت الملفات اللي عنده؟ قلت له اي نعم. يا اخي ابغى اسال وتكفى جاوبني بصراحة، هل انت بينك وبينه تواصل الان؟ قال والله يا سالم اني انا قطعت معاه العلاقة ولا عاد ابغى اتواصل معاه. يا اخي والله ضيعت نفسي مع الناس هذولي، ناس بس تأخرك في الحياة وقطعت علاقاتي مع الكل، ولكن اخر تواصل بيني وبينه كان قبل ممكن شهرين الى 3 شهور. قلت له بسألك هل الولد هذاك له يد في موتة سامر؟ قال لي لا لا مستحيل، لا لا مستحيل الشخص هذاك مستحيل انه يوصل المرحلة ذي عاد يا سالم. قال يعني شوف الشخص هذاك يعني شوي شخص يعني شوي تعبان وتصرفاته يعني تصرفات شخص ما هي تصرفات شخص طبيعي، ولكن
لكن ترى والله ما يوصل مرحلة انه يقتل سامر. انا اعرف ان فاجعة سامر صدمتك وصدمتني، والله اني تحسفت على كل كلمة قلتها عليه. وبرضو زيادة، لو انت مت يا سالم وانت كنت زعلان علي، والله اني بنقهر قهر مو طبيعي. اني قبل فترة اصلا كنت افكر فيك واني ابغى اجي واستسمح منك. افزين جت من عندك يا سالم؟ قلت له لا لا عادي، وبعدين كنا صغار ذيك الايام والموضوع يعني خلاص عدى. قال بس تبي الصدق يا سالم؟ والله لحد الان شكلك صغير. سبحان الله، انت كيف كذا؟ كيف ما انت قاعد تكبر؟ يقول سالم لا قلت له قاعد تستهبل انت. قال لا لا والله اني اتكلم معك جد، صدق لحد الان ما شاء الله عليك شكلك صغير، ولكن الله يعطيك الصحة والعافية. قال تبغى شيء مني يا سالم؟ تبغى اقدم لك شيء؟ قلت له اي والله ودي بشيء، ودي تدلني على الرجال هذا، ودي اروح اسولف معه. قال لي اسمع، والله العظيم سواليفك معه راح تكون ضايعة، والرجال هذاك دا جبت عد عنه. قلت يا اخي اسمعني، الموضوع والله العظيم مو واقف على سامر بس، الموضوع ان فيه تهديدات وصلت لبيتنا، وتوقع ان ذاك الرجال يعرف الناس هذوليك اللي مسكوا في الاحداث. ابغى اتواصل معاه وابغى اشوف الموضوع من عنده. قال لي ابشر، ولكن ترى انا يا سالم اخلي مسؤوليتي الكامله، ترى كذا رحت ترى اقسم بالله ممكن تكون في خطر. المهم قلت له ما عليه، وبس دلني على بيته. وصار جماعه خير يعلمني وين مكان بيته والمنطقه اللي ساكن فيها، وحدد لي بيته بالضبط. قلت بكره اول ما اصحى العصريه اروح ازوره واسلم عليه واساله بعض الاسئله اللي عالقه في مخي. وصدق يا الربع في اليوم الثاني رحت لبيتهم. المهم طقيت عليه الباب الا ويفتح واحد الباب، وطلع هو نفسه الرجال اللي انا ابغاه. يناظرني كذا مصدوم، قال ايش تبغى؟ قلت له يا اخي اسمعني، سواليف المراهقه هذه عدت، ابغى منك بس موضوعين بسيطه بخلصها وبمشي. قال لي خلص ايش تبغى؟ قلت له اسمع، ابى اسالك عن شيئين واتمنى انك ما تكذب علي فيها، واذا جاوبتني صدقني انك راح تساعد ناس بشكل انت ما تتوقع. كنت اقول له شفت العمل اللي تسويه وانت ما تدري عنه، وبعدها يصير هذا العمل خير ويجيب لك اجر، الشيء اللي راح تسويه هذا اقسم بالله العظيم انه نفسه. الا الرجال شوي ارتخى وقال لي ايش بغيت يا سالم؟ قلت له اسمعني، هل انت اللي ساعدت في قتل سامر؟ الا قال والعياذ بالله، مستحيل، انا ما اكره سامر لذي الدرجه، مستحيل اني اسوي الشيء هذا. قلت له طيب الناس اللي دخلوا سجن الاحداث تعرفهم زين؟ قال والله ما اعرف الا واحد منهم، ولكن ليه وش بغيت منهم؟ قلت بس ابغى اعرف هم طلعوا من الاحداث لحد الان او لا. قال لا يا سالم ما اتوقع الان، باقي لهم فتره طويله وان شاء الله انهم يطلعون. قلت له خلاص على كذا الله يعطيك العافيه. وانا طالع يا جماعه الخير وحللت المواضيع بشكل كامل، عرفت في السجن ما في احد حاقد على ابوي، وعرفت يا جماعه الخير ان اللي في الاحداث موجودين برضو ما في احد منهم طلع، وممكن ما في احد يدري اني انا اللي بلغت العسكري. هنا ايقنت ما في عداوه لا من هنا ولا من هنا، وارتاح ضميري بشكل كامل. قلت الحل الانسب الان بما ان ما في مشكله من هنا ولا في مشكله من هنا، اني الحين اروح لضابط الشرطه اللي موجود في القسم واشوف وش صار في التحقيقات مع الناس اللي كانوا ماسكينهم يوم يصدمون عند الاشاره، هل هم اعترفوا او لا. صدق واتصل على ابوي قلت يبا انا ابغى اروح لقسم الشرطه، وبالتحديد ابغى قسم التحقيق. قال لي وش تبغى يا سالم؟ قلت يا اخي في اسئله ودي اسالها الضابط. قال سالم خلاص لا تروح لهم، خلاص يا سالم افهم عدن. قلت له ليه يبا؟ موتت سامر خويي والشخص اللي حاول يقتلك ما راح اخليها كذا. قال لي يا سالم تفهم الكلام انت ولا ما تفهم؟ لا عد تروح لهم. قلت يبا وش فيك؟ وش صاير؟ قال يا اخي لا عد تروح لهم، يشوف لك احد جوا ويعرف انك قاعد تتعاون معهم، وبعد فتره يجون يعادونك. قلت له يبا ما عليك، ذا المره تكفى اسمح لي يا يبا، ابغى اروح واسالهم. قال لي اسمع، بما انك انت صامل وش رايك اخلي الضابط اللي هو خويي تتقابل انت وياه ويجيك عند بيتنا؟ قلت والله يا يبا راح تسوي خير. وصدق ابوي اتصل عليه شويه للضابط هذا نفسه، اتصل على رقمي لان ابوي اعطاه رقمه. اتصل عليه مرحبا هلا والله سالم كيف حالك وين تبغى نتقابل؟ قلت له والله اللي تبغى انت. قال لي اسمع، في مقهى والمقهى هذا يوفر اللي هي جماعه الخير الشيشه، يقول ايش رايك نروح هناك؟ انا يعني بخلص حاجتي وبدخن ومدري ايش وبسولف معاك. قلت له زين زين ابد ما عندك مشكله، ولكن خلني استاذن من ابوي لان ابوي مانعني اني ادخل هذه الاماكن. قال خلاص كلم ابوك وهو بيعرف. صدق واتصل على ابوي قلت له يبا ان الرجال هذا عازمني في مقهى حق شيشه، تسمح لي يبا اني اروح؟ قال رح رح ابد يا سالم، لا تعتقد اني انا شاك فيك، لا بالعكس واثق فيك مره انك ما انت راعي الخرابيط هذه. وصدق يا جماعه الخير واروح عنده وتقابل انا اياه داخل مقهى الشيشه. خلني اشرح لكم المكان المخصص لمقهى الشيشه هذا، مكان كبير في مساحه مزروع جوا، يعني في نفس الزرع وفي نفس الكراسي والطاولات، وفي ناس يقعدون في الكراسي والطاولات هذه ويصيروا يسولفون، ولكن الكراسي والطاولات تكون بعيده عن بعض، وفي جلسات خاصه تكون على اطراف الجدار، تقدر تاخذ لك جلسه خاصه ولها باب تقدر تقفله او تفتحه. الرجال هذا كان حاجز في احد الجلسات الخاصه هذه، فاتصلت عليه يوم وصلت وقال لي تعال الغرفه رقم 7، وروح يا جماعه خير الغرفه رقم 7 وادخل عليه. مرحبا هلا والله اقعد اقعد. الغرفه يا جماعه خير مقفله، مستحيل في صوت يطلع برا، والباب اللي قدامي يكون باب قزاز. يقول وانا قاعد اسولف معاه بسالته اول سؤال، قلت له ها الرجال احترف ولا باقي؟ قال والله لحد الان ما اعترف، مع العلم ان سوينا معهم جميع طرق التحقيق. قلت له يعني ما في امل؟ قال لا والله ما في امل. قلت له اسمع انا كنت شاك في شغلتين والحمد لله تحققت منها، وصار العدو ما هو من الناس اللي موجودين في عقلي. قال وشي؟ قلت له في سالفه صايره في المدرسه وصرت اعلم الاحداث بالكامل، ولكن رحت حققت بنفسي وصار الموضوع خطا اللي قاعد افكر فيه. والموضوع الثاني قلت ممكن الشخص هذا كان طالع من السجن وابوي اتصل على اداره السجون وقالوا ما في احد طلع في اخر فتره، ولكن تبغى في ناس دخلوا
للسجون في ناس دخلوا. هنا ايقنت ما في عداوة من اتجاهي ولا في عداوة من اتجاه ابوي، يعني الشخص هذا ابوي ما قد سجن نهائيا. قال لي طيب زين وش بعد؟ قلت له والله هذا اللي عندي. في نفس الجلسة يا جماعة الخير وانا قاعد اسولف معاه، في شخص قاعد يفتح البيبان اللي على جنب، يفتح الباب كذا ويناظر الجلسات كذا ويقفلها كأنه قاعد يبحث عن اخوياه. المهم جاء هذا الرجال كأن ربي راسله عندي، كأن ربي قسم بالله العظيم سايقه للغرفة رقم 7. يقول سالم فتح الباب الا هو يناظر، بناظر فيه اقول اوف هذا شايفه، والله اني شايفه. وين مخي صار فيه اضطراب يا جماعة الخير بشكل غير طبيعي. اعرفه لا اله الا الله، فكر يا سالم هذا وين شفته، هذا انت قد قابلته وين؟ المهم مع فتحة الباب سلم سلام عليكم او معليش والله ويقفل الباب. طلع الا يا جماعة الخير مع قفلته للباب تذكرت هذا مين وطقيت يد الضابط، قلت اسمع الشخص هذا هو اللي كان موجود يوم يخطفون سامر، ويقوم الرجال ويفزع ويدف الاغراض من قدامه ويفتح الباب ويطلع وانا اطلع وراه وندوره وندوره يمين يسار، اختفى يا جماعة الخير اختفاء كامل. قال لي انت متأكد يا سالم؟ قلت له والله متأكد ان هذا الشخص هو اللي كان يسوق السيارة اللي يوم يخطفون سامر. بحثنا يا جماعة الخير في كل المقهى، والمقهى كبير مرة، ممكن مساحة يا جماعة الخير المقهى ذا 5000 متر 6000، كبير مرة كبير، ما هو مقهى عادي. المهم طلع العسكري برا يبغى يشوف السيارات اللي قاعدة تطلع من نفس المكان، اللي حصل في سيارة راجعة ريو وطالعة من المواقف بتطلع على الشارع العام، اللي قال لي هذا الضابط امشي اركب معي ونصير نلحقه. والسيارة اللي احنا قاعدين نلحقه فيها سيارة يا جماعة الخير سرية، ولكن فيها زي السيفتي كذا اللي مو يكون موجود داخل. المهم يصير يلحقه ويشغل السيفتي ويقول له وقف على جنب. قال لي سالم خليك على الباب حاول تدنق شوي، انا بنزل له الان وبكون متجهز اني رافع سلاحي، لو قاومني شيء ولا شيء عندك جهاز الندى، اضرب بجهاز الندى واطلب فرقة تجي الان. قلت له وش اقول؟ يقول قل بس يا اقرب جهاز يا اقرب جهاز، في فرد من افراد الشرطة تعرض للإصابة واحنا موجودين على الطريق هذا وعلمهم الطريق. قلت له زين، وينزل يا جماعة الخير الضابط هذا ويروح عند باب الرجال هذا اللي خلاص بنوقفه، الا حط يده كذا على القزازة قال له نزل، ينزل قزازة ويناظر، صار يناظر في السيارة بعدين قال له امش، ورجع ضابط من جديد قال لا يا سالم الرجال هذا مختلف. قلت طيب الحين وش الحل؟ قال الحل الان نرجع للمقهى ونطلب منهم تسجيلات الكاميرا اللي سجلت الناس اللي دخلوا المقهى وطلعوا. قلت له اي والله هذه الفكره راح تفك ازمه. صدق الضابط هذا يا جماعه الخير رجع للمقهى نفسه وراح الاداره وعلمهم انه شغال في الشرطه وقالوا انه لازم نحتاج اوراق ان نوريك الكاميرات، وجاب لهم اوراق كذا بسرعه واعطاهم اياها، بسمحوا ان احنا ناخذ تسجيلات الكاميرا ونروح للمكتب نناظرها. اخذنا التسجيلات يا جماعه الخير ورحنا لمكتب التحقيقات وصرنا نبحث يا جماعه الخير بالتسجيلات هذه لين حصلنا الشخص نفسه اللي دخل المقهى هذا. قال لي سالم هذا هو متأكد؟ قلت متأكد. خذ الفيديو يا جماعة الخير وخذ عليه صورة وارسله للناس المتخصصين للتحليل اللي يطلعون معلومات الشخص، اسمه وين ساكن مكان عمله رقم جواله، يطلعون كل شيء من إلى. قالوا خلاص انتظروا يا ساعة يا ساعتين وبإذن الله راح نجيب لكم معلومات كاملة حقته. وصدق يا جماعة الخير ما قعدنا ولا أبو 40 دقيقة إلا تجي رسالة من القسم معطينا معلومات الرجال بالكامل، وين ساكن منطقته اسمه كل شيء. المهم جاء اليوم اللي بيروحون يقبضون عن الرجال هذا بأسلوب يعني قانوني ويكون أسلوب مريح، اللي هو يروحون لعند باب البيت يطلبونه بالاسم يركب معهم يودون القسم، ولكن كانت في دوريات متجهزة لو صار شيء أو شيء اللي هم يمارسون إطلاق النار. وصدق يا الربع ورحنا لذاك المكان وأنا معهم وأبوي معنا، وكانوا في ناس متخبين في بعض الأماكن عشان يهجمون لو صار أي شيء. يقولون لا ينزل الضابط ويطق الباب طق 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 إلا ويفتح الرجال نفسه اللي كان في المقهى. أول ما شاف الضابط خاف الرجال يبغى يدخل بيته بيقفل الباب، إلا الضابط يحط رجله على الباب ويدف الباب بقوة ويدخلون العساكر مرة واحدة ويلقطون الرجال جماعة الخير وركبونه إلى سيارة الشرطة. مباشرة راح يتوجه لقسم الشرطة ويسجلون البيانات حقته كذا بشكل سريع، بعدها يودونه قسم التحقيق. المهم دخلوه قسم التحقيق ولكن لحد الآن ما جاء المحقق اللي راح يحقق معه. المهم إلا أبوي قاطعهم بالكلام قال اسمعوا، قال أنا راح أخليه يعترف وراح أخليه يعترف غصبا عنه. قالوا شلون؟ قال لا أحد يحقق معه خلوه، عندي لكم شخص، الشخص هذا لو نجيبه الآن بإذن الله إنه بيعترف بنسبة 100% أو 99%. الرجل هذا اقوى رجل قد قابلته في التحقيق. الا الضابط يقول له هذا معنى يعني موجود في السلك العسكري هنا موجود؟ قال لا، هذا الرجل ما توظف في اي جهه حكوميه، ولكن الرجال هذا كان يساعدني في التحقيق يوم كنت موجود في المنطقه الفلانيه هذيك، كان يختصر الموضوع ما يقعد ولا دقيقتين. يقول سالم تحمست اشوفه من الرجل اللي وصل للحنكه القويه هذه. والله ابوي يتصل عليه مرحبا هلا والله ابو بندر كيف حالك طيب؟ قال يا مرحبا ومسهلا حياك هلا والله ابو سالم. قال اسمع في قضيه نبغاك تساعدنا فيها. قال
قال ابشر، وينك فيه انت الحين؟ قال انا في القسم المخصص للتحقيقات. قال الان جايك، عطني ربع ساعة. صدق يا جماعة الخير، ويجي شخص ما بان عليه اي مراحل الغناء، ما بان عليه، شخص بسيط مرة، شخص عادي ملابسه عادية واردة من العادية، دخل سلم على ابوي، هلا والله ابو سالم، يسلم على الضباط، قال وين الرجال؟ قال هذاك هو. قال اعطوني لبس العسكري. صدق ويلبس لبس عسكري ويقفل الباب ويدخل عليه. طبعا هو قاعد يسولف معاه، احنا قاعدين نسمع وش قاعد يقول. اول ما دخل عليه واول كلمه قالها يقول سالم اتذكرها لحد الان، قال يا اخي والله يا الدنيا صغيره، ذبحتوا الرجال والرجال مات، والحين جاء حكم اعدامكم وراح تموتون كلكم. يقول للرجال هذاك صار يتنافض. يقول سالم هو قاعد يقولها، طبعا قاعد يقولها باسلوب غريب، باسلوب يعني زي ما تقولون اسلوب الثقه، ووجهه يوحي يعني انه شخص مره قوي. يقول للرجال اللي قدامه ارتبك، ما ادري انا مالي دخل، واتوقع انكم انتم غلطانين. قال وش غلطان؟ احنا مثبتينك من زمان، من زمان واحنا مثبتينك، اصلا لنا فترة نراقبك. يقول رجال هذا اتوقع يا انه ساحر، يا انه شخص عنده موهبة خاصة، او عنده حاسة سادسة بشكل قوي. يقول تخيلوا يا جماعة الخير، انه قاعد يقول للرجال اللي قاعد يقول انت امس كنت هنا، وبعدين رحت من هنا ومريت على الشارع الفلاني هذا، والرجال المشكلة اللي قدامه قاعد يقول له ايه صح، قاعد يوافق الراي، كأنه هو اللي قاعد يراقبه مو احنا اللي قاعدين نراقبه. يقول صدمني الرجال هذا بشكل فظيع، والمهم قاعد يذكر له تفاصيل كأنه صدق حاط كاميرا عليه وقاعد يراقب كل شيء. قال لو سويت كذا وحطيت كذا، وبعدين رحت من هنا وزبنتوا هنا ورحتوا المكان الفلاني ذاك، تحسبونا ما ندري؟ ندري بكل شيء قاعدين تسوونه، ولكن نحتاج الفرصة اللي نجي نقبض عليكم فيها. وحتى اخوياك، شفت اخوياك ذولي كلهم؟ والله اني ما اخليهم، وراح اجيبهم واحد واحد واجرهم هنا، وراح اجيبهم قدامك. شو اللي الرجال بدا يتراحت، انا والله مالي دخل وانا ما ادري ايش. قال خلاص ما ينفع الان اي شيء، انت من الان عد نفسك مقصوص، ولكن انا ابغى اجي اسالك بعض الاسئله وبمشي الان. توقعت ان المحقق هذا راح يساله عن ايش؟ راح يقول له يعني من اللي معاك، من اخوياك؟ لا، ساله سؤال يا ساتر صدمني. توقعون وش قال له؟ قال انا الحين سؤالي بس، عيالك بعد ما تموت من راح يكد عليهم؟ من راح يساعدهم؟ الا الرجال ذاك وجهه تغير وصار يبكي، صار يبكي بكى يا جماعه الخير غير طبيعي. انا والله العظيم كنت غلطان، انا غرني الشيطان، وانا ما ادري ايش، اقسم بالله العظيم اني شافيت من المخدرات، واني تركت كل الشلة القديمة هذه. وصار يعدد الشلة اللي كان فيها وبعض الناس. اللي شوي ذاك يقول له ذاك ابو مدري ايش، قال ايه ابو فهد. المهم الرجال هذا كب العفش بسبب ذكاء المحقق، حرفيا هذا المحقق هو المحقق الداهية. صدق قلب الطاولة في ما يقارب 10 دقائق، وكل شيء موجود مسجل. قال كل اسماء اخوياه اللي كانوا معاه، الا ابوي ناظر في الضابط، قال مو بقايل لك ان هذا اقوى شخص قد قابلته في حياتي في التحقيق؟ قال لي والله انا اشهد. يقول يطلع مع الباب ويقفل الباب ويفسخ الزي العسكري ويلبس ثوبه. قال ابو سالم تبي شيء؟ قلت له الله يحفظك وابيض وجه، ويطلع يا جماعة الخير. يقول سالم انا بعد ما شفت الرجال هذا قلت هذا مفروض يكون رئيس التحقيقات في العالم، هذا اسطوري، هذا وين، هذا لفلة مختلف. وصدق سبحان الله في ناس ربي يرزقهم الموهبة هذه. المهم سجلوا اسماء الناس اللي قالهم الرجال هذا، وراحوا يا جماعة الخير وقبضوا عليهم كلهم. وبعد ما قبضوا عليهم نادوني انا وجارنا عشان نتأكد من وجيه الناس الموجودة، هل هم نفسهم اللي جو وطلقوا على ابوي او لا. ورحنا لقسم التحقيقات يا جماعة الخير، ورونا وجيههم كلهم، قلنا لا ولا واحد منهم اللي طلقوا على ابوي. شوي قال ابوي وقفوا شوي، وابوي برضو يا جماعه الخير قاعد يناظر معنا. قال لا لا ما اتوقع ان هذه وجيههم. يقول مع العلم اني انا لمحت لمحه بسيطه يعني ما ركزت في وجيههم مره. المهم قال ابوي اسمعوا انا عندي خطه، ولكن الخطه تحتاج سالم يكون في كامل جاهزيته، هذول لا تحولونهم للسجن اصبروا. قال لي ابوي سالم تعال، ويدخل وينادي الضابط معاه ويدخلون الغرفه. قال لي اسمع سالم، انت الشخص الوحيد اللي راح تقدر تحل السالفه هذه، وانت الوحيد اللي راح تقدر تساعدنا. ليبو شلون؟ قال ابغاك يا سالم تدخل السجن، وراح اضبط لك هما بالكامل، وراح اخليك تعيش في السجن مع المجرمين هذولي، ممكن هذولي يدلونا على بعض الاشياء اللي راح تساعدنا. اذا طيب يبا ليه ما تسوي الطريقه هذه مع شخص ثاني ممكن يعرفون وجهي؟ قال لا هذولي ما يعرفون وجهك، اللي يعرفون وجهك الاثنين اللي انحاشوا بالسياره، هم اللي مثبتينك، وذولي راح اشوف لهم شخص يدخل معهم السجن يسحب منهم الكلام. قلت له والله يبا اذا تشوف هذا الشيء راح يساعد ابدا انا ما عندي مشكله، تبغى تدخلني السجن دخلني السجن يا يبا. يقول سالم صدق جهزت وضعي وجهزت اغراضي وجهزوا لي كل شيء اني انا راح ادخل السجن اللي فيه الناس اللي قتلوا سامر، وراح اسمع اي كلمه يقولونها واسجلها في راسي، وبعد نهايه الاسبوع اطلع من السجن واعلم ابوي بكل شيء صار داخل السجن. صدق واتجهز ويضبطون كل شيء ولبسي ويروحون يدخلوني السجن قبل ما يدخلون هذول السجن. يعني انا الان يا سالم قاعد انتظرهم في الزنزانه وانتظر هذول يجوني، وحاطينهم في سجن واحد.
صدق يا جماعة الخير وتنفتح بوابة السجن وأدخل وصرت أنتظرهم وتمر كذا ممكن أبو يومين إلا يا جماعة الخير يجون الناس المتهمين هذولي. طبعا هم ما يعرفون وجهي لأني أنا كنت أشوفهم من وراء القزازة. دخلت وجلسوا وقعدوا يسولفون وأنا قاط إذني أبغى أسمع أي كلمة يقولونها عشان أثبتها في المستقبل. إلا جاء واحد كبير في العمر قالوا سالفتكم أنتوا؟ قالوا والله حنا عندنا قضية قتل. قال لحول قاتلين واحد وليه قاتلينه؟ وإن شاء الله اللي قاتلينه إنه يستاهل الموت. قال لا هو ما يستاهل الموت أبوه اللي يستاهل الموت بس بغينا نقهر أبوه وقتلنا ولده. إلا الرجال الكبير هذا انهبل ويروح عند الرجال هذا ويمسكه. قال له أنت قاتل ولد عشان تغبن أبوه فيه؟ الله لا يوفق ولا يحللك ولا يبيعك. المهم وكل شوي يزورهم واحد يبغى يتعرف عليهم ويتعرف علي. طبعا ما راح أقول لكم السواليف اللي صارت من جهتي راح أتكلم بس عن السواليف اللي صارت من جهتهم أهم. يقول أنا قاط أذني واسمع وأبغى أعرف إيش السالفة. إلا يا جماعة الخير جاء واحد داخل السجن يعرفهم. قال له مو أنتوا هنا؟ قالوا إيه. قال له مش السالفة والصاير. وصرت يا جماعة الخير أسمع سالفة أول مرة أسمعها وما كانت الشرطة تدري عنها. إلا يتكلم واحد منهم وقال لهم إن أبو سامر كان شغال مع الشرطة وبلغ على الروس الكبار اللي حنا نشتغل معهم. إلا الرجال يسلم يقول كيف عرفته؟ قال في اللحظة اللي تم القبض على المروج هذا آخر واحد شرى منا اللي هو أبو سامر. فعرفنا هنا إن أبو سامر هو اللي بلغ الشرطة علينا. لأن بعد أبو سامر ما طلع قبضوا علينا وقبضوا علينا. الآن قاعد تدور في راسي أفكار. قلت الآن هذه هي القصة الحقيقية وقسم الشرطة قاعد يسمع قصة مختلفة. لازم هذه المعلومة توصل لأبوي. وكنت أنا حافظ اسم المروج اللي قالوه وأنتظر بس نهاية الأسبوع تجي وأطلع يا جماعة الخير من السجن وأقابل أبوي والضابط. وقلت لهم إني سمعت كذا 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 وصارت السالفة بالأسلوب هذا. يبا إذا أنت قبضت على الرجال هذاك ممكن الرجال هذاك هو اللي كان يعاديك. قال منه الرجال؟ وأعطي أبوي اسم المروج هذا. قال لي والله إني أنا اللي قابض عليه. ويسولف مع أخوي الضابط. قال تتذكر يوم نطب عليه؟ قال إيه. قال هو وين الآن؟ قال الآن هو موجود في السجن. قلت في راسي والله من المتوقع أن هذا الشخص يبغى ينتقم من أبوي وموصي شخص من برا يجون يضرون أبوي ويمشون. المهم يا جماعة الخير يقول سالم في الحالة هذه الآن بعد ما كشفوا الناس اللي ذبحوا سامر لازم يتصلون على أبو سامر ويخلون أبو سامر يجي عشان يعطونا اطلاع على الشيء اللي صار. صدق الضابط على طول اتصل على أبو سامر لحظات اللي أبو سامر قال الآن راح أجيكم. وأول ما دخل أبو سامر سلم علينا. سلام عليكم كيف حالكم طيبين وش صار وش الموضوع؟ قال يا أبو سامر إن إحنا حصلنا الناس اللي قتلوا ولدك وخطفوهم المدرسة. قال الحمد لله الحمد لله. يقول سالم والضابط قاعد يقول لأبو سامر الكلام هذا كان باين في وجهه إن في شيء متخبي وما هو معجب الوضع وان في شيء اكبر من الشيء اللي قاعد يصير. بعد ما خلصوا السوالف هذه وعطوه ورقه ووقع عليها قال ابو سامر لابوي. قال ابو سالم ابغاك شوي اذا تسمح. استغربت انا قلت اوف يعرف ابوي؟ من متى يعرف ابوي ابو سامر وهم ما قد تقابلوا؟ انا بنفسي ما قد قابلته. انا كل حياتي بس كنت اقابل سامر. قلت له سم وش بغيت؟ قال ابغى اتكلم معاك على انفراد برا واذا تسمح. طبعا يا ابو سالم. قال له ابوي خلاص ابشر الان واحنا طالعين نركب السياره ونتكلم بالشيء اللي انت تبغاه. قال ابدا انا انتظر والله ويطلع ابو سامر واطلع انا معاه انا وابوي ونركب في السياره حقت ابوي ويركب ابو سامر على الباب وانا راكب ورا في النص. الا ابو سامر يناظر فيني كذا شوي قال لي انت سالم؟ انت خوي سامر ولدي الله يغفر له ويرحمه؟ قلت له ايه. قال والله كان دائما يجيب طريق عندنا ودائما امه تكلمني وتقول ان سامر كان متعلق في سالم ومتاثر فيه بشكل كبير ويسوي ترى نفس حركاتك داخل البيت. قلت الله يرحمه ويغفر له يا رب. سامر ولدك كان من الناس العزيزين علي وسامر ولدك كان افضل اقرب شخص لي داخل المدرسة والحمد لله اليوم مسكنا الناس اللي قتلوه. شو يا ابو سامر؟ قال اسمع ابو سالم. قال والله مالي الا الله ثم انت يا ابو سالم والموضوع ترى عندك. الناس اللي مسكتوهم هذولي تراهم ناس بسيطين وانا والله يا ابو سالم خلاص قفلت معاي وما عاد اتحمل الشيء اللي انا فيه. انا بقول لك شيء، انا كنت اتعاطى في الاونه اللي فاتت ولكن الحمد لله وقفت التعاطي من بعد موت ولدي سامر. ما عاد صار يدخل في دمي اي شيء من المواد الممنوعه. ولكن يا ابو سالم اذا تبغى تريح قلبي انا اعرف الشخص اللي قتل ولدي. هذولي بس عباره عن مراسيل ارسلهم وذبحوا ولدي ومشوا. الا ابوي انصدم قال شو السالفه يا ابو سامر؟ قال انا بعلمك كل شيء. قال السالفه بما فيها انا لي ما يقارب 19 سنه وانا اتعاطى ولكن اتعاطى بشكل خفيف. وصار يا جماعه الخير يقول السالفه اليوم طلع من بيت ذاك المروج وبعده انت يا ابو سالم قبضت عليه اعتقدوا ان انا. قلت له ايوه هذه المشكله وحليناها وهذا اليوم هم مسكناهم والشخص اللي قبضنا عليه موجود في السجن. قال لا يا حبيبي اللي قبضت عليهم هذا جزء بسيط من عصابه كبيره موجوده. يقول سالم الا ابوي انصدم. قال صادق
صادق؟ قال إيه يا رجال، هذولي ولا شيء. ولكن اسمع يا أبو سالم، أنا بعلمك السالفة اللي صارت بالضبط، وبعلمك تفاصيل أنت ما تدري عنها. في يوم من الأيام كنت جالس في البيت، إلا جاني اتصال على الجوال، رقم غريب ما أعرف منه، ولكن عرفت تميزه من صوته. دق علي قال لي: أبو سامر، أنت طرحت الناس الموجودين في الجهة الغربية، ولكن قسم بالله العظيم لخليك تفقد أعز ما تملك. يقول بعدها قفل الجوال. بعدها بحدود 3 أسابيع 4 أسابيع إلا أسمع إنه ولدي انخطف من باب المدرسة، وبعدها بيومين أعلنوا حالة الوفاة حقته وإنه مات بطريقة شينة. الأبوي يسأله قال: اسمع أبو سامر، تعرف الشخص اللي اتصل عليك؟ قال: إيه أعرفه، الشخص اللي اتصل علي بعلمك قصته من البداية. هذا شخص كان تاجر صغير، كان يبيع ممنوعات كذا بشكل بسيط، المهم توسع وصار شخص كبير. قبل ممكن ما يقارب 7 سنوات قال لنا: أنا ما راح أتواصل معكم وبقطع العلاقات معكم، ولا أحد يكلمني ولا أحد يجيني، وغير أرقام جوالاته كلها. المهم إنه دخل فلوس من الممنوعات هذه، وبعدها راح وفتح له شركة كبيرة معروفة. إذا الآن تاجر الممنوعات هذا عنده شركة كبيرة، قال: إيه، عشان يمارس غسيل الأموال فيها. قلت له: وش الشركة هذه؟ قال: الشركة هذه مخصصة للبناء والإعمار، يعني مخصصة إذا أنت تبغى سمنت، تبغى بلك، تبغى خرسانات، تبغى أشياء نفس كذا، الرجال هذا يوفرها لك. قلت له: أيوة زين، وين موقعه؟ وين مكانه؟ قال: ما راح تقدر تصيده إلا كل يوم ثلاثاء يجي الشركة أهو على الساعة 2 الظهر، تقدر تدخل عليه الشركة وتحصله في مكتبه. هذا شيء متعارف عنده، لأن يوم الثلاثاء تكون أيام الجرد المالي، بيجي يشوف الأوضاع المالية ويمشي. قلت له: طيب وش صار بعدها؟ وش الموضوع؟ قال: بعلمك وش الموضوع. أنا رحت وقابلت الرجال هذا، قلت له: السلام عليكم. وعليكم السلام، تراكم أنتوا قاتلين ولدي وأنا مالي ذنب نهائياً. قالوا لي: لا، أنت متعاون مع الحكومة وتبغى تطرحنا. قلت لهم: والله العظيم مالي دخل، شوفوا جوالاتي وشوفوا اتصالاتي اللي صارت، والله أنا مالي دخل. يقولوا لهم: خذوا جوالي وصاروا يفتشون فيه، واقتنعوا إني أنا مالي صلة في سالفة إني أنا بلغت على الشخص اللي شغال في الجهة الغربية هذه. قالوا لي: معليش، إن أخطينا. قلت: معليش، وين أصرفها هذه؟ ولدي راحت روحه. قال: عاد ولدك، الله يعوضك، يلا مع السلامة. يقول: قالوها بكل برود وكأنهم ما أزهقوا أي نفس. من بعدها أنا كرهت حرفيا المجال هذا والتعاطي، وبطلت التعاطي من ذاك اليوم. ولكن اليوم أنا حاب أقول لك إني أنا راح أتعاون معك في كل شيء، وراح أقدم لك الخدمة. خذ أبوي رقم أبو سامر، ونزل أبو سامر، ونزلنا مرة ثانية للقسم. الأبوي دخل القسم وسأل الضابط، قال: للناس اللي انحاشوا ذوليك الاثنين يوم تمسحون بصماتهم، حصلتوهم ولا ما حصلتوهم؟ قال: لا والله، لحد الآن ما حصلناهم، عندنا أسماءهم، عندنا صورهم، عندنا كل شيء، ولكن هاربين وما ندري وينهم، بحثنا عنهم في كل مكان ما حصلنا أي شيء عنهم. قال أبوي: زين. يدخل أبوي يا جماعة الخير وينادي خوي الضابط ويجي يقول له السالفة. قال له: شف، الموضوع هذا لازم تكون معنا ورقة قبض شخص مشتبه به، نروح نجيبها من الرئيس حقنا. صدق، وراحوا للرئيس يا جماعة الخير وجاب الورقة هذه، وجهزوا سيارتين مخصصة للشرطة، ولكن بشكل رسمي هذه المرة، ما هو بشكل سري، ودخلوا على شركة الرجال هذا في يوم الثلاثاء الساعة 1:50 الظهر، هم عند باب مكتبه، ويدخلون عليه: السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، انت مشتبه بك وراح نقبض عليك الان، ونحتاج ان احنا نستجوبك. المهم قبضوا عليه وخذوه بالسيارة على السريع وجابوه لقسم الشرطة، ودخلوه قسم الشرطة يا جماعة الخير، وصاروا يحققون معه: انت شخص عندك تهم بخصوص الموضوع هذا، رافض يعترف اعتراف تام مرة. المهم رجع ابوي ذاك اليوم البيت وقال لي السوالف هذه كلها. قلت له: يبا تتذكر الشخص اللي جبته ذاك اليوم المحقق؟ ليه ما تدخل عليه وتخليه يحقق في هذه السالفة ويطلع كل شيء عنده؟ قال: تصدق والله راح عن بالي، خلني اتصل عليه. المهم اتصل عليه ابوي وقال له الموضوع كامل، وكان ابوي مشغل سبيكر. قال: اسمع ابو سالم، انا ماني موجود الان في نفس المنطقة هذه، واحتاج ما يقارب 3 أسابيع 4 أسابيع وارجع. قال ابوي: طيب تقدر ترشدني بطريقة اسويها عشان استخدمها في التحقيق؟ قال: ايه. الشخص عنيد مو راضي يقول. قال: ايه مو راضي يقول. قال: طيب اسمعني، خلي الشخص هذا داخل غرفة مربعة، والغرفة هذه تكون فيها قزازة كبيرة او كاميرا، وخله في الحالة داخل الغرفة وشغل عليه الاضاءات. قلت له: طيب. قال: بعلمك وش تسوي، اطلع انت وابو سامر، وخل ابو سامر يعلمك اماكن الناس البياعين الصغار هذولي، بعد ما تقبضون عليهم اتصل علي وراح اعلمك الطريقة الثانية. قلت له: ابشر. والله صدق يا جماعة الخير، ويطلع ابوي قال لي: ابوي تعال معي. ليه؟ لاني انا شفت وجيه الناس اللي اطلقوا على ابوي قبل، ويبغى يتاكد من هذا كله في حالة القبض. يقول: والله واركب مع ابوي الا شوي، ابوي يتصل على جارنا ويجيب جارنا معانا في السيارة، ونتوجه يا جماعة الخير للقسم. اول ما وصلنا القسم الا ابوي برضه يتصل على ابو سامر ويقول له: تعال يا ابو سامر القسم، نحتاجك شوي في مساعدة بسيطة. قال ابو سامر: ابشروا، اعطوني 10 دقائق الا انا عندكم. وصدق يا جماعة الخير ما جلسنا الا 10 دقائق ويجي ابو سامر. المهم قال لهم ابوي: اسمعوا الخطة كالآتي، ابو سامر الان نبغاك تعلمنا الناس اللي يبيعون ويروجون المخدرات في المنطقة، ويكونون قريبين للرجال هذا ويعرفونه. قال: تعرف؟ قال: اعرف لك يا رجل ما يقارب 9. قال: بس زين، عطنا مواقعهم، عطنا اسمائهم، والان راح اخلي الشباب كلهم يقبضون عليهم كمشتبهين بهم، سواء كانت معهم بضاعة او ما كانت معهم. قال: زين. صدق، ويقوم يسجل لهم البيانات كاملة واشكالهم واسمائهم وكل شيء يخصهم. اللي طلعت جماعة الخير الفرق وتوزعت في الاماكن، وقالت: خلاص راح نقبض عليهم بكرة باذن الله، راح يكونون متواجدين اغلبهم كلهم، افتحوا لنا بكرة. وصدق يا جماعة الخير، في نفس اليوم في نفس الميعاد وفي ساعة الصفر حرفيا
حرفيا. تقابلوا المهربين هذولي وجه بوجه مع ابو سامر. ايه انت اللي طرحتنا، كنا دارين وما ادري ايش. المهم ابوي قال ثواني وبجيكم. عرفت ان ابوي راح يتصل على الرجال المحقق عشان يعطيه الخطه الثانيه. المهم جماعه الخير ابوي عود رجع بعد ممكن نص ساعه كذا. قال ميد العسكري دخلهم كلهم للحبس وجبهم لي واحد واحد ابغى احقق معهم. قال زين. المهم انا قاعد اتابع ابوي وتابعه عن قرب، ابغى اعرف وش الشيء اللي راح يسويه. المهم يدخلهم واحد واحد يا جماعه الخير. المهم ابوي صار يستخدم يا جماعه الخير تكنيك غريب. فتح الشاشه يا جماعه الخير وفي كاميرا قاعده تصور المسجون هذا التاجر داخل الغرفه حقته. اول ما شاف المتهم هذا قال اح جبتوه يا ساتر وشلون. قال اسمع، ان الحين قبضنا عليه بالجرم المشهود هذا منتهين منه، ولكن نبغاك تعطينا بس بعض التفاصيل نسجلها عنه، وانتو كلكم ترى راح تروحون حكم اعدام يعني من الاخير، ولكن نبغى بعض التفاصيل، واذا ساعدتنا ترى ممكن نخفف عليك الحكم، مع العلم ان كان حكم الاعدام يا جماعه الخير للشخص التاجر هذا. المهم يصير الاول يكب السبحه ويكتب التفاصيل كامله، يعتقد ان اصلا خلاص ثبتوا على التاجر هذا تهمه بيع المخدرات، ويصير يعطيهم التفاصيل. نعم اني كنت اشتري منه وبشهادتي انا. المهم سجل كل التفاصيل اللي الدين الرجال التاجر اللي جوا، ويجيب الثاني والثالث لين وصل يا جماعه الخير لاخر شخص كان موجود في الحبس. سجل ابوي التفاصيل هذه كلها، يوم طلعهم يناظر فينا كذا ويقول لاحظتوا من ذولي في احد منهم هو اللي طلق علي؟ قالوا لا. قال زين ما علينا من اللي طلق علي، علي الان من الراس الكبير هذا، الان ثبت عليه كل شيء وجبت شهود يشهدون عليه على الموقف اللي صار. شوي ابو سامر قال لي اسمع، انا اتذكر في مكان والمكان هذا تملكه امه ويقولون قبل انه هو كان يخزن المخدرات فيه، ايش رايكم تروحون وتسوون مسح ذيك المنطقه؟ صدق ابو سامر يعطيهم التفاصيل يا جماعه الخير وتطلع الفرق يا جماعه الخير وتمسح ذيك المنطقه بالكامل. بعد ما مسحوا المنطقه صدق لاحظوا ان في احد المستودعات في حوزته اكبر كميه مخدرات موجوده في ذاك المكان، وجهزوا الفرقه المخصصه للمداهمه وداهموا هذاك المكان ومسكوا هناك يا جماعه الخير ثلاث اشخاص شغالين. طبعا ابوي كان يجيبنا في كل عمليه قبض عشان نشوف الشخص اللي طلق على ابوي المسدس. المهم جت الشرطه ودخلوا الناس اللي كانوا موجودين في المستودع اللي هم كانوا ينظمون شغل المستودع هناك اللي فيه المخدرات. اول ما دخل الشخص الا ابوي هو اللي عرفه مو احنا اللي عرفناه. قام ابوي من الكرسي، هذاك اول ما شاف ابوي خاف، وانا عرفت ان ابوي ثبته خلاص، لاني كنت بقول ان هذا هو يا يبا الشخص اللي طلق عليك. الا جارنا يا جماعه خير يدفني مع كتفي قال لي سالم توقع ترى هذا هو اللي طلق على ابوك. قلت له ادري ادري، شوف ابوي قام لو عرف وجهه زين. المهم ابوي قام كذا من على الكرسي، وكان يا جماعه الخير المنظر هذاك مهيب. اول مره اشوف ابوي يضرب في حياته، ما قد شفته يطق نهائيا داخل بيتنا، ما قد شفته يضرب وما قد شفته يسوي اي شيء. يقول يقوم ابوي عليه ويعطيه الكف الاول طخ، وهذاك ساكت وما قال اي شيء يعرف انه غلطان، ويجي الكف الثاني والكف الثالث. المهم ابوي خنقه كذا يا جماعه الخير وعلق على الجدار. قال اسمع، دام راسي يشم الهواء قسم بالله العظيم ما خلي ثاري يروح الا يا جماعه الخير. ابوي الا يسحبه كذا وهو خانقه ويطلعه برا المكتب. قلت ابوي ايش راح يسوي ونقوم كلنا نبغى نشوف الا يا جماعه الخير. ابوي اضر انه ما نسى الموقف وكانت النار تشتغل في قلبه الا يا جماعه الخير. ابوي يسحب السلاح للضابط يقول ابو سالم استعدي بالله، تكفى تكفى يا ابو سالم لا تكبر القضيه. الا ابوي يقول للضابط قال ثاري ما يروح وانا ابو سالم، ويحط السلاح يا جماعه الخير في كتفه الا طراخ الا هذاك يا جماعه الخير يصير يصايح شوي يصير يبكي شوي. ابوي يدخل السلاح قال اطلبوا له الحين الاسعاف، نفس الشيء اللي صار لي راح اخليه يذوقه قبل ما يدخل السجن، لا وزياده على كذا بيع مخدرات يستاهل ما جاه. ويقول للناس الضباط الموجودين الشيء اللي شفتوه ترى ثار شخصي وما له دخل مجالي العسكري. صدق يا جماعه الخير وجاء الاسعاف وعالج الرجال هذا وهم كلبش، وشالوا الرصاصه منه وشالوا كل شيء وقفلوا على الموضوع ومشوا وخذوه عودوه دخلوه للحبس. المهم يا جماعه خير في الوقت هذا الا ابو سامر جاء عند ابوي وحاول بالقوه يحب راس ابوي. قال له يا ابو سالم والله ما ادري كيف ارد لك الدين هذا، والله يا ابو سالم ان كانت في قلبي نار من بعد ما مات ولدي سامر، ولكن كانت موتة ولدي سامر خير علي وخير على البلد الحمد لله. يا ابو سالم شكرا لك وما قصرت، والله ما تدري انك اخمدت نار كانت موجوده على قلبي، وبرضه زياده يا ابو سالم قدرت احاسب الناس اللي قتلوا ولدي. الا شوي جماعه خير ابو سامر يناظر فيني قال لي سالم تعال. قربت من عنده يا جماعه خير ويصير يحضني ويحب على راسي وقال لي شكرا انك كنت تدافع عن ولدي في المدرسة، شكرا انك ساعدته وقدمت له الخدمة في الوقت اللي كنت انا فيه ماني موجود. لا تحسب ان الكلام هذا ما وصل لي، ام سامر قالت لي كل شيء صار داخل المدرسة. يقول سالم طلع ابو سامر وهو شخص مكسور ومجبور في نفس الوقت، طلع وهو صنع حالة حرفيا داخل القسم كانت سحابة من الحزن اللي ضربها الرياح وجت حالة الفرح بعدها، طلع وهو ما معاه سيارة وصار يمشي على رجوله، ما عاد صار يفكر، ولكن اتوقع انه ارتاح قلبه بعد ما ابوي قبض على المجرمين هذولي. ولهنا يا جماعة الخير اتمنى
أتمنى وفقت في روايتي لهذه القصة. أنا أعرف أن القصة طويلة وفيها تفاصيل كثيرة مرة، وحاب أشكرك حبيبي وعزيزي المتابع على متابعتك لهذه القصة، واكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. وانتظرونا يا جماعة الخير في قصة جديدة، ولا تنسونا من الكلام الإيجابي، وأشوفكم في أمان الله. سلام عليكم.